لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. يعني مرحبا بكم إن شاء الله في ملتقى الدارين، أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد. معاكم أخوكم عمر سليم. إن شاء الله هنكمل مع بعض البي أي إم والريفت إم إي بي. البي أي إم والريفت إم إي بي، إحنا كنا المرة اللي فاتت إن البي أي إم هي بيلدينج انفورميشن موديلينج، إزاي أعمل نموذج للمبنى مش نموذج وخلاص. يعني لو قلنا هنعمل نموذج مش هنحط فيه معلومات يبقى ده مش البي أي إم. لازم نخلي بالنا من الكلمة اللي هي في النص اللي هي الأي، اللي هي انفورميشن، ان انا لازم كل حاجه اعملها احط فيها المعلومات بتاعتها. يعني هرسم حاجه ضغط تكييف احط المعلومات بتاعتها، احط حاجه كهرباء احط المعلومات بتاعتها. برنامج الريفت برنامج بيحقق موضوع البي اي ام بحيث ان هو بيرسم ومتخصص في عمل النمذجه للمبنى، وفي كذا نوع، في اركتشر وفي ستراكشر وفي ام اي بي، في معماري وفي انشائي وفي اللي هو الكهروميكانيكال. احنا هنتكلم ان شاء الله في الكهروميكانيكال. تمام. طيب احنا المره اللي فاتت اتكلمنا شويه كلام نظري، المره دي ان شاء الله هنبدا ناخد زي مشروع كده عملي مع بعض. فهشير السكرين، دي المحاضره رقم 3. ان شاء الله هنشرح جزء وبعد كده نشوف الاسئله ونبدا نجاوب عليها مع بعض بإذن الله. طيب دي الواجهة بتاعت البرنامج. أول ما بفتح البرنامج بلاقي هنا الجزء ده اللي خاص بالمشاريع. لو أنا عايز أفتح أي مشروع بشوف أي مشروع اللي أنا عايز أفتحه، ومجرد إن أنا أضغط عليه هيتفتح المشروع، أو إن أنا أقول له أوبن وأفتح المشروع اللي أنا عايزه. تمام، وليكن مثلا المشروع دوت. تمام، أنا كنت فاتحه قبل كده عشان الجهاز تقيل. ده المشروع اللي هو مبعوت لنا معماري وانشائي. طيب هو في نقطه دلوقتي احنا ازاي هنشتغل، في كذا طريقه للشغل بالذات عند الكهروميكانيكال. ممكن يجي لي الشغل معماري جاهز وانا ابدا اعمل شغل الكهروميكانيكال زي ما نعمل دلوقتي، او ممكن يكون في شغل معماري معمول في ملف ريفت خارجي وانا هسحبه اكسريف من قائمه انسيرت، هقول له لينك ريفت واربطه، اربط الملف اللي انا شغال عليه بملف المعماري وملف الانشائي. دي طريقه ثانيه. في طريقه ثالثه ان كلنا بنشتغل على نفس الملف. يعني باجي هنا من قائمه كولبريت وابدا اظبط ان كلنا المعماري والانشائي والكهروميكانيكال كله شغال على نفس الملف. تمام، ان شاء الله هنشوف مع بعض كل الطرق ديت باذن الله. طيب هو هنا الفيوهات ديت رصصهم كلهم ورا بعض. دي حاجه كويسه في المعماري لان هو المعماري هو ديسبلين واحد، يعني هو كله مثلا لوح معماري. انما احنا عندنا الكهروميكانيكال ممكن تلاقي عندنا مثلا 9 أو 10 حاجات. يعني عندنا التكييف، عندنا البلامنج ووتر ودرين، وعندنا الفاير، وعندنا الالكتريكال لايتنج ولو كارنت. يعني في اقسام كتيره موجوده عندنا. فانا محتاج دلوقتي ان انا اقول له لا ظبطها لي بطريقه مختلفه. تمام، طيب هقولها له ازاي ده بقى الموضوع دوت. هاجي هنا، هو هنا ظهر لي كل الحاجات. هاجي هنا اقول له ايه تايب بروبرتيز، هبدا اظبط الخصائص بتاعته. هبدا اقول له لا ما تظهرهم ليش بالشكل دوت، لا ده انا عايز ايه اخصصهم شويه. طيب باجي هنا اقول له انا عايز اعمل نوع خاص بيا، ممكن اعمل دوبليكيت واقول له مثلا كهروميكانيكال او اي حاجه مثلا. خلينا نكتب الدارين. تمام،
بحيث ان ممكن في اي وقت اقول له انا عايز اشتغل على الدارين، ترتيبي بتاع الدارين، او عايز اشتغل على ترتيب الاول او الديسبلين او التايب ديسبلين زي ما يجي معانا. هاجي هنا اقول له فولدر، هبدا اخصص ايه اللي يترتب قبل ايه. ممكن ارتب بالديسبلين وبعد كده ارتب بالسب ديسبلين. انا محتاج السب ديسبلين. الديسبلين يعني ميكانيكال، كله ميكانيكال في الديسبلين، الكتريكال بلامنج. انما سب ديسبلين لا، ممكن اقول له مثلا تكييف، ممكن اقول له حط لي لايتنج، ممكن اقول له لو كارنت زي ما انا عايز، وممكن اقول له رتبهم بعد كده بالفاميلي اند تايب. تعال نشوف الشكل ده هيبقى عامل ازاي. اه هو جاب لي الاركتكشر اهوت، وبعد كده بيشوف ايه السب ديسبلين. مفيش سب ديسبلين هنا للمعماري. بعد كده بيرتبهم ستراكشر بلان، فلور بلان، سيلينج بلان، اليفيجن، سكاشن. طيب لو انا عايز اخلي اللوحه ديت اخليها مثلا تكييف، يبقى اعلم عليهم كده واقول له انا عايز كل دول تكييف. طب اقول له ازاي ان دول هيبقوا تكييف؟ هاجي هنا واقول له بدل الارتكشر دول حطهم لي في الميكانيكال. فالاقي ان هو بدأ في الترتيب يطلع لي حاجه اسمها ميكانيكال. تمام. طيب ممكن اقول له السب ديسبلين بتوعهم، انا عايز سب ديسبلين ليهم من الخصائص بتاعه الفيو. بقول له الديسبلين، طب انا عندي حاجه اسمها سب ديسبلين، خليها لي اتش فيك. وده انا ممكن اكتبها عادي، يعني ممكن اكتب كده اي كلمه حتى لو مش موجوده وهيقبلها. اهو كده انا عملت دول اتش فيك. ممكن برضو اكررهم واعمل حبه الالكتريكال وحبه البلامنج. هنشوف مع بعض الموضوع دوت. بروجكت براوزر على اليمين. ماشي حاضر يا باشمهندس ابراهيم. هو بيتكلم يا باشمهندس ابراهيم ان انا اخد ديت واحطهم هنا. تمام، مفيش اي مشكله خالص. في 2014 مديني خاصيه ان انا ممكن احطهم كلهم فوق بعض، ويبقى فيه زي زراير صغيره كده ابدل بينهم، ودي حاجه كويسه جدا. يعني ممكن بسهوله وانا شغال ما بقاش بقى واخد مساحه كبيره، لا بيبقى هي واحده بس اللي موجوده وتظهر بكامل حجمها، وانا من تحت كده ادوس على زرار يظهر لي البروبرتيز، ادوس على زرار تاني يظهر لي البروجكت براوزر، ابدا اقلب بينهم. تمام. طيب انا بس عشان مساحه الشاشه هرجعها تاني. طب لو هما مش موجودين باجي من قائمه فيو يوزر انترفيس واقول له ظهر لي البروجكت براوزر وظهر لي البروبرتيز، والبروبرتيز اختارها كنترول 1. تمام. طيب وليكن مثلا هشغل تكييف. طيب انا عايز اعمل لوح للسيلينج. ممكن اجي هنا في لوح السيلينج واقول له لوح السيلينج دول السيلينج، ما تحطهم ليش في الاركتكشر، حطهم لي في الميكانيكال. وخلي لي سب ديسبلين، سب ديسبلين اتش فيك. تمام. دي طريقة. بعد شوية هنتعلم ازاي نعمل دوبليكيت منهم، ازاي نعمل حاجة جديدة ان شاء الله. يعني كل سيستم نحاول نعملها بطريقة مختلفة. تمام. ولكم مثلا تعالى نشغل تكييف في الدور دوت. هاخد سيكشن دوس على علامة سيكشن واسحب السيكشن من هنا وادوس كليك يمين اقول له جو تو فيو. جو تو فيو هيبدأ يظهر لي السيكشن. لما انا ابص على السكشن دي السقف بتاعي وده السكشن بتاعي، فالمسافه صغيره. هو عامل حسابه ان الحاجات اللي هتمشي مثلا مواسير، حاجات كهرباء، حاجات صغيره، عامل حسابه ان انا اشتغل في شغل التكييف في الجزء دوت. تمام. طب ما فيش اي مشكله خالص، انا بس عشان نشرح الموضوع هغير في السيلينج، بس بعد كده هنعمل مشروع عادي بالطريقه العاديه. بس على اساس ان اغلب المشاريع موجوده بيبقى مشاريع كبيره، فبيبقى مديني سيلينج كبير، فعايزين ما نضيعش على نفسنا فرصه ان احنا نجرب الموضوع دوت. هل يكون اقول له مثلا خلي الارتفاع بتاع السيلينج، ودي الحاجه دي في اي حاجه، يعني ممكن اقف على هنا في الدور واغير في الارتفاع. اجي هنا في السيلينج واقول له ايه خلي ده 2 متر واقول له ايه ابلاي. تمام. بحيث ابدا ارسم الشغل بتاعي هنا. طيب عايز ارجع اللوحه اللي فاتت، ادوس كنترول تاب وابدا ارسم الشغل بتاعي. طيب هقول له من كام سيستم، هقول له وليكن مثلا عايز ماكينه فانكول يونت، هقول له ميكانيكال اكيوبمنت. بلاقي دي مكنه، لا دي شنطة فانكول يونت. طيب ببدا اشوف المكن اللي موجود عندي، ما بلاقيش مكن بيتحمل في المشروع. طب انا عايز احمل ماكينه فانكول يونت،
باجي هنا بقول له لود فاميلي، حمل لي فاميلي، وببدأ أخش على المكان اللي أنا حاطط فيه الفاميلي. ميكانيكال اكويبمنت، تبدأ تشوف أقرب مكنة ليك اللي أنت عايزها. طبعا كل دول صح، بس ممكن تكون واحدة بتستخدم في حاجة وواحدة تانية بتستخدم في حاجة تانية، تمام؟ يعني في حاجات هوريزنتال، في حاجات فيرتيكال، في حاجات بيلت درايف، فأنت تشوف إيه اللي أنت هتستخدمه وتبدأ تحمله في المشروع. الرسالة دي معناها إن هو مسايف في إصدار قديم وبيعمل نفسه أبديت عشان يشتغل على الإصدار اللي أنا شغال عليه. يعني هو مسايف مثلا على 2011 وبيفتح على 2013، فبيعمل أبديت لنفسه. طيب هنا هو بيظهر معايا، عشان اخليه يظهر لازم اخليه فوق السيلينج. اقول له مثلا خليه على 2 متر 20، تمام، ظهر معايا. هحط المكنه اهوت، تمام، ادهي المكنه بتاعتي. عايز ابدا ارسم الدكت، ادوس هنا كليك يمين واقول له درو دكت، ارسم لي الدكت بتاعي. هيبدا يرسم دكت، بس ده الدكت ده سنجل، انا عايز دبل. اعمل ايه؟ اجي هنا وعدل في الديتيل ليفل. عندي كورس كل الحاجات بتبدا سنجل لاين، ميديم في حاجات وحاجات، يعني غالبا الضغطات بتبان دبل لاين والبايب بيبان سنجل لاين، فاقول له فاين عشان تبان الحاجات معايا مظبوطه. وابدا ارسم ضغط تاني. اول ما بقف هو بيعمل لي زي مربعات صغيره كده، بيقول لي ان في هنا حاجات ممكن تتوصل بيها. فانا اقول له مثلا ارسم لي ضغط، في واحد تانيه بايب، في واحد تانيه الكتريكال، زي ما انت هتلاقي ان شاء الله، تمام. طيب هنا بيقول لي الدكت عايز قد ايه، انت بتشوف مثلا انت عايز مثلا قد ايه حسب الدكت سايز بتاعك. وهبدأ ارسم بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي عايز ابدأ احط الفانكول الاير تيرمينال، فادخل في كوم سيستمز اير تيرمينال، بلاقي عندي نوعين من الفاميلي، بلاقي عندي نوعين من الفاميلي. في نوع اللي هو هوستد، هوستد يعني لازم يلاقي حاجه تحط عليها. اول ما بدوس هوستد بيجيب لي المربع ده اللي هو بليسمنت، بيقول لي عايز تحطها فيرتيكال فيس على الحيطه، ولا بليس اون فيس على حاجه تكون زي سيلينج زي الارضيه. اقول له بليس اون فيس وابدا احط على السيلينج. عشان كده اللوح الفلور ممكن تشتغل عليها عادي، وغالبا احنا هنشتغل على شغل الفلور بلان، وهو ده اللي انا بطبعه وببعته وبعمل له اكسبورت للكيت. سيلينج بلان، السيلينج بلان ده اللي فيه ببدا احط الحاجات بتاعتي اللي اتحط في السيلينج، زي الاير تيرمينال، زي اللايتنج، زي الفاير فايتنج. فاحط اهي جريلا، جريلا، تمام، دي الجريلات. بس دي ريتيرن والساق ده سبلاي، دي ريتيرن والساق ده سبلاي. فهيحصل ايه لما اقول له وصل؟ تمام، الضغط انا بحب اشتغل بالتاب مش بالتي، تي غلط، التي ده في البايب. هقول له هنا وصل لي كونكت انتو وصل. وصل بس جاب لي مشكله. مشكله ايه؟ بيقول لي ده ديفرنت سيستم، يعني ده ريتيرن وده سبلاي. الساق دوت والضغط دوت ده سبلاي اير، بينما الجريلا دي ريتيرن. فهلغي الريتيرن، هلغي الجريلا ديت، انا بس كنت عشان نشوف الفكره، وهحط واحد سبلاي. هقول له انا عايز واحد سبلاي، بس السبلاي اللي هنا عندي مش هوستد، فعشان احطها لازم احدد الارتفاع بتاعها منين. اقول له دي 2 متر، تمام، واروح حاططها مثلا هي محطوطه على ليفل واحد، احنا شغالين على ليفل واحد، هي مش ظاهره معايا، مش ظاهره معايا، يبقى في مشكله في الدور دوت في الفيو رينج. تمام، هنا مرتبط بليفل 2 2260. ممكن نقول نخلي دي مثلا 1200،
التيرمينال اهي ظهرت معايا. ابدا احط جريل هنا مثلا زي ما انا عايز، ممكن احط واحده هنا مثلا وواحده هنا، لا اما مظبوطه وانا بحطها، لا اما بعد ما احطها اقول له الاين. وابدا اظبط الجريلا بتاعتي. او اقول له ام في موف واسحبها من طرف الجريلا لحد حدود السيلينج. ابدا اظبطها بالاسهم برضو، تمام. وابدا هنا طيب هبدأ أوصل بقى الصاج ده، الجريلا دي بالصاج دوت، تمام. نخلي الصاج ده 12 في 12. التعديل سهل، هو زي ما انت شفت، مجرد ان انا بكتب الرقم هو اوتوماتيك بيعمله، بينما في الاوتوكاد كنا بنقعد نرسم احنا ونتعب فيها ونعمل نمسح ونرسم واوفست. طيب هاجي هنا على الجريلا ديت واقول له كونكت انتو، واقول له وصلها بالساق دوت. خلاص هو كده وصل، والجريلا ديت هقول له وصلها لي كونكت انتو بالساق دوت. طيب عايز انا مثلا احط اند كاب هنا، اند كاب هاجي من سيستمز، هاجي هنا في ال في الداكت اكسورسيز، بيقول لي مفيش اند كاب اصلا متحمل، في نو داكت اكسورسيز فاميلي از لودد ان ذا بروجكت، تمام. وده اللي هتواجهه لو انت مش شغال على تمبليت كويس. تمام. طيب هقول له يس وابدا احمل اي حاجه انا عايزها، تمام. اقول له مثلا انا عايز احمل من ريفيت المكان اللي انت حاطط فيه الفاميلي بتاعتك، دكت اكسورسيز. تبدأ بقى تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها. بتلاقي مثلا ده الفاير دامبر، لو انت عايز تحمل فاير دامبر، عايز تحمل دكت هانجر اللي هي سبورتات، الفوليوم دامبر، فاير دامبر، ولكن خلينا مثلا نحمل الفاير دامبر. طبعا زي ما انت شايف فيه كتير جدا، تمام. فانت لازم المشروع بتاعك تختار احسن واحد فيه وتشتغل بيه، الحاجة اللي هي أنسب ليك والحاجة اللي أنت حاسس إنها كويسة ومفيهاش مشاكل، خلاص تبدأ تشتغل بيها، والباقي تخليها على جنب لو عوزته. إنما لو حملت كل المشروع هيعمل لك مشكلة، لو عملت زي ما أنا عامل كده في فولدر فيه الفاميلي كلها ديت هتعمل لك مشكلة، تمام؟ هتعمل لك لخبطة. أنا زيك عامل نفس التمبل الخاص بيا، لما أجي أشتغل ببدأ بيه، وسهل إن أنت تعمل تمبل. هنشوف إن شاء الله مع بعض إزاي نعمل تمبل مع بعض. أول ما حملت الفاير دامبر بقرب بيه من أي صاج، هو على طول بيروح حاطط الفاير دامبر، تمام؟ طيب لو الخطوط سودة وعايزها تبقى اخف من كده بقول له تي ال، تي ال بيجيب لي الخطوط العاديه خالص. لما اكتب تي ال تاني بيجيب لي شكلها ازاي هبقى في الطباعه، شكلها ازاي في الطباعه، تمام. طيب لو انا عايز احول الوصله ديت لفليكسيبل، بلاقي هنا عندي حاجه اسمها كونفيرت تو فليكسيبل داكت، بعلم عليها وعلم على الجريلا، بيروح حول الوصله لفليكسيبل داكت. وممكن نشوف الموضوع ده في سيكشن. زي ما شفت اهو فليكسيبل، تعال نشوف التانية. وممكن اتحكم في طول الفليكسيبل، يعني نقول له اقصى حد للفليكسيبل مثلا متر 20، واروح معلم على الجريلا يروح عامل لي الفليكسيبل متر 20. ممكن تصغرها على اساس المسافه تصغر زي ما انت عايز، تمام. طيب لو انا عايز اجي هنا واوصل بايب، ممكن اجي هنا بتلاقي وصلات كتير قوي، بتبدا تختار الوصلات بتاعتك. يعني باجي هنا مثلا
كليك يمين واقول له ايه درو بايب، ارسم لي بايب. تمام. طيب البايب ده نوعه ايه؟ اجي ابص كده، ده اذر. تمام. المفروض ان انا هنشوف ازاي ان شاء الله في موضوع الفاميلي اخصصه، اقول له الوصله اللي هتخرج هنا دي المفروض مثلا تبقى تشيلد ووتر سبلاي، تشيلد ووتر ريتيرن، التظبيطات ديت. همشي كده بس بالبايب لحد الحيطه واقول له اطلع لي لحد السقف مثلا. تمام. اقول له اطلع لي لحد وليكن مثلا 1500 مثلا 5 متر، اقول له ابلاي. تمام. هو لسه مكمل معايا، يعني انا لو رسمت يمين او شمال هيرسم معايا، بس مش هيبان معايا هنا، هيبان معايا فوق خالص في على الروف. تمام. طيب عشان اوضح لك هبينها لك في سيكشن. اجي هنا واقول له ارسم لي سيكشن، وارسم سيكشن من هنا لهنا. ادوس هنا كليك يمين واقول له جو تو فيو. ادي اهي الحاجه اللي احنا رسمينها. ممكن اجي هنا واقول له وريها لي فاين، هذا هو الشغل بتاعي. ومشيت بالبايب بتاعتي وطلعت لحد الدور اللي فوق خالص، ودي الوصله اللي انا الحركه اللي انا اتحركتها حركه بسيطه هو رسمها هي. تمام. طيب ممكن انا اعمل نوع تاني من البايب، يعني انا اقول له مثلا لو دخلنا هنا في الفاميلي هلاقي بايب، ونفس الكلام ده للكيبل تري، ونفس الكلام ده للضغطات. في البايب اهوت بيقول لي انت عندك ثلاث انواع، البي في سي ده للصرف، في ستاندرد، في ووتر. ممكن تكون انت عايز تضيف حاجه مثلا للفاير، اروح جاي على الستاندرد واقول له دوبليكيت واقول له خلي لي ده للفاير. ادوس اف 2 واقول له ده خليه للفاير. ممكن اعمل فاير فايتنج للدراي والفاير فايتنج للويت زي ما انت عايز، واقول له طيب بروبرتيز، وتشوف بقى لو انت عايز تغير اي خصائص ممكن تغيرها. ايه الخصائص ديت؟ تعال نشوفها تاني. ادوس كليك يمين واقول له طيب بروبرتيز، واقول له ايديت. طبعا الكلام ده في مره واحده في المشروع، بيقول لي هنا هتشتغل باني، هتشغل كوبر ولا هتشغل باني حاجه ولا بلاستيك ولا زي ما انت عايز، ايرون زي ما انت عايز، تختار الخامه اللي انت عايزها. الالبو هل هتشغل باني البو؟ عندنا كذا كوع طبعا، في البي في سي ده اللي هو بتاع الصرف، عندي هنا الوصلات هل لما يجي يوصل ماسوره بماسوره تانية يرسمها على هيئه تي ولا على هيئه تيك اوف تاب. تي بيرسم تي، بيعمل فاملي كامله موجوده تي، احنا شرحناها المره اللي فاتت. التاب مجرد بس بياخد وصله خارجه منها، فاغلب المواسير بنشغل بالتي. هنا لو في حاجتين خبطوا ببعض او اتصلوا ببعض اللي هي تي، تستخدم اني تي من دول. كل دول عباره عن فاميلي متحملين في المشروع، يعني ممكن تيجي في مشروع تلاقيهم كلهم نن، وممكن في مشروع تاني تلاقي الحاجات دي كلها موجوده. فعشان كده ده موضوع اهميه التمبليت. تمام. وممكن برضو اجي في الويب سيستم بلاقي عندي كذا ويب سيستم، اللي هو ايه، في عندي كذا فاير، عندي مثلا في ريتيرن وسبلاي في دوميستيك، وفي حاجات للصرف سنتري، وفي الفينت. ماشي. طيب لو احنا عايزين نخرج، عايزين لو عايزين نشوف الموضوع ده 3 دي، هدخل في 3 دي. وادوس هنا كليك يمين واقول له اورينت تو فيو سيكشن، اقول له هات لي سيكشن رقم 3. ده السيكشن رقم 3 هبدا اشوفه 3 دي. ادوس شيفت واتحرك بيه يمين او شمال اهو زي ما انت شايف. في ظل، لو انت مش عايز ظل اجي هنا اقول له شادو اوف. تمام. طيب لو هنا ظهر لي بشكل معماري، يعني لو في حيطان او سقف هيغطي على الشغل بتاعي، ممكن اكون عايز اشوفه حاجه تانية وليكن مثلا ميكانيكال او الكتريكال، اقول له ميكانيكال. خلاص بدأ يظهر لي الشغل بتاعي بس بحيث ان انا اركز عليه. ممكن ادوس شيفت وبكره، ولو عملت سيلكت على الحاجه يكون احسن على اساس تتحرك حوالين الحاجه ديت. او ممكن حاجه كمان اجي هنا اقول له انا عايز اوربت. اوربت بيديك برضو امكانيه الز الحركه. تمام. وبلاقي عندي حاجه اسمها ريوينت، ده بيجيب لي اخر منظر انا كنت واقف فيه، يعني انا مثلا لو وقفت على حاجه وشفت حاجه غلط ومن غير ما اقصد لقيت نفسي رحت الفيو تاني، بختار ريويند وابدا اختار الفيو اللي انا كنت واقف عليه.
تمام، هطفي الشاشة ديت، هطفي الفيو دوت، واطفي الفيو دوت، وانا ارجع للفيو بتاعي. تمام، هبدأ ارسم بايب تاني، كليك يمين درو بايب، وهبدأ ارسم البايب بتاعتي. واقول له برضو اطلع لي ال 1500 اللي 15 متر. طيب انا ممكن اطلع بقى في الدور اللي فوق خالص، الدور 16، بس مش في السيلينج، في البلان عادي. ده دور شكله كده بتاع شغل، ما مش الروف. اقول له نعم. تمام، طيب لو انا عايز بقى اعمل دور للروف، تعال نشوف الموضوع دوت. هاجي من قائمة فيو اشوف في دور اصلا للروف ولا لا. تمام، هاجي هنا اقول له انا عايز اعمل فلور بلين، هلاقي ان مفيش اصلا دور للروف، مفيش دور للروف. طيب انا عايز اعمل دور للروف، يعني اعمل دور للروف يعني هخش في الاليفيشن الايست، بلاقي ان انا اخر دور عندي اللي هو ليفل 5. تمام، عايز اعمل ليفل فوق كمان، هو ليفل 6 اللي هو اللي تحت ده. تمام، طيب هاجي هنا كليك يمين واقول له ايه، كرييت سيميلر، يعني انا عايز اعمل ليفل جديد وابدا ارسم الليفل بتاعي. تمام، خلي بالك هنا في حاجه اسمها ميك بلان فيو، يعني اي فيو اي ليفل هرسمه هيعمل له هو بلان فيو، هيعمل له واحد سيلينج وواحد فلور وواحد ستراكشر. لو في واحد فيهم مش عايزهم بعلم عليه مره واحده يتشيل، يبقى انا كده اول ما هرسم الدور دوت هيعمل له هو فلور بلان وسيلينج بلان، هقول له اوكي وابدا ارسم الدور بتاعي، وليكن مثلا من هنا ليه على سبيل المثال. ماشي، وممكن اقول له نزلوا لي لهنا، هو ليفل 5 هو المفروض نشتغل عليه غالبا، ده هو ده الدور بتاع السقف. تمام، بس احنا عرفنا ازاي نعمل ليفل 7، طيب او نعمل ليفل جديد. طيب تعالى نخش كده على ليفل 5 نشوفه. ليفل 5 اه هو ده فعلا السقف. طيب انا عايز احط مكنة، عايز احط مكنة اللي هي تبقى كونسين دي، مكنة فوق. هاجي من سيستم هقول له ميكانيكال اكويبمنت، وتبدأ تشوف هل عندك مكنة مناسبة ولا لأ. كولينج تاور دي اكسوست فان نبقى نشوفها. تمام، طيب لو مفيش هبدأ احملها تاني، اقول له لود فاميلي وابدأ احمل المكنة. طبعا انت حملت مكنه مره واحده خلاص. يعني مجرد ان انت حملتها في المشروع خلاص كده الموضوع ايه منتهي. ممكن تختار اي مكنه كوندنسر، اي مكنه من دول ممكن تستخدمها زي ما انت عايز. وليكن مثلا خلينا نستخدم، عايز حاجة صغيرة خالص، روح حسب بقى الجدول اللي انت محضره او حسب الشغل اللي انت عملته. هي دي كبيرة بس مش لاقي حاجة صغيرة دلوقتي. ممكن ديت. تمام، طيب هقول له اوبن، اتحملت ايه في المشروع. ناخد بالنا هو لقط على طول انها ليفل 5. هبدأ ارسم اقول له طب اجرب ان انا اقول له دي خليها بصفر، لو شكيت في اي حاجة شوف سيكشن وابدأ ارسم. يعني لو شكيت في اي حاجة احسن حاجة ان انت تعمل سيكشن، وزاد في الاول. تمام، انا عملت الاين. تمام، وممكن اعمل حاجه اخرج من هنا على طول باي بايب
درو بايب. هو مظبط على بايب غير الموجودة في المشروع. ان شاء الله نشوف مع بعض في الفاميلي ازاي نظبط الفاميلي زي ما احنا عايزين. تمام، ده على ارتفاع وده على ارتفاع تاني خالص. عايزين نخلي الاتنين على نفس الارتفاع. ممكن ليه كذا طريقة، ممكن اجي هنا اقول له ده اولا نسب نفسك ليفل 5، لان هو لما نسب لنفسه ليفل 1 طلع 15000. طب ليفل 5 يطلع كام؟ 1900. طب ده على ارتفاع كام؟ ده على ارتفاع متر. اقول له كوبي واقول له البايب دي خليك على ارتفاع نفس الارتفاع. بيست كده، هما الاتنين على نفس الارتفاع. ممكن اجي اوصل ده بده. تمام اهو، توصلوا ببعض نفس الفكرة برضو، دي توصلها بالبايب اللي هناك. درو بايب تمام. ممكن ابدا احرك البايب دي شويه بحيث ان هما الاثنين يقبلوا مع بعض. درو بايب كليك يمين درو بايب. هوصل ده بده وده بده. طيب انا ممكن مثلا لو عملت اوضه ممكن ممكن بعد كده تاخد الشغل ده وتدوس تاب بحيث يكرر ياخد معاك كل الشغل. يعني انا دلوقتي لو دوست على دوت ودوس تاب هيبدأ ياخد الوصلة دي. طب دوس تاب تاني خد معاك الدكتور، دوس تاب تاني هيجيب لك الشغل كله، واخد الشغل كله كوبي من أوضة لأوضة. هياخد معاه البايب وياخد معاه كل حاجة. تمام طيب، لو احنا عايزين مثلا نرسم مكنة صغيرة هنا اللي هي المكنة مثلا اللي هي بتبقى في البيوت. تمام، حاجة زبالة صغيرة. تمام، وده ينفع في المشروع دوت بدون أي مشاكل. تمام، هقول له ميكانيكال اكويبمنت وأبدأ أحمل المكنة. هي الموضوع كله إن أنا أحمل المكنة اللي أنا عايزها زي ما موجود في جداول الهاب بتاعتي أو في الشغل بتاعي. أنا أشوف أنهي مكنة اللي أنا عايزها، والتوصيلات نفس الفكرة. هقول له ريفيت، ان شاء الله يبقى فيه بس بريك 10 دقايق عشان الصلاة بإذن الله. طيب هقول له انا عايز فاميلي، وابدأ اشوف ايه الفاميلي اللي تناسبني في الشغل بتاعي. ادي الميكانيكال اكوبمنت دي ان شاء الله المشروع كل الفاميلي عندي هم 10 جيجا. تمام، ان شاء الله برضه هحطوها كلها على النت، بتترفع دلوقتي اول ما تكمل ان شاء الله هتلاقوها كلها موجودة على الموقع بتاع الضرير. تمام، شوف ايه الفام اللي انت عايزها. يعني ممكن تكون مثلا انت عايز تشتغل بديت سيلينج ديفيوزر، هتروح محملها وتوصلها على طول. ممكن تحمل دي مثلا، مفيش اي مشكله خالص. تمام، مكنه اللي هي اوت دور. تمام، ادي المكنه اهيت، هتروح حاططها بره المبنى. تمام، واقول له الارتفاع بتاعها، يعني هي طبعا مش هتبقى على الارض، هتبقى مثلا اعلى من الارض شويه
تبدأ تشوف على الارتفاع كام، تبدأ الارتفاع بتاعها زي ما انت عايز، تشوفها هتبقى في انهي ليفل تمام، وشوف الارتفاع بتاعها كام. ماشي، المكنة اهيت، تبدأ تشوفها تحطها على الارتفاع بتاعها عادي، ممكن تحطها مثلا على ليفل 1 وتقول له خليها مثلا فوق الأرض مثلا ب 1500، وده الوصلات بتاعتها، تبدأ توصل برضو الوصلات بتاعتها، كليك يمين وتبدأ ترسم معاد زي ما انت شايف تمام. يا باشمهندس والله الموضوع ده خاص بالمهندس أشرف ماهر. هو الكورس ده ريفت ام اي بي للناس اللي هي شغالة في الكهروميكانيكال. الريست ماشي. ان شاء الله رست 10 دقايق كده، ان شاء الله نصلي ونيجي بإذن الله، وربنا يتقبل بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله هنكمل مع بعض برنامج الريفت ام اي بي، احنا شغالين لسه في التكييف. طيب لو انا عايز ابدا اعمل سايزنج، مش معقوله يكون الضغط دوت هيدي الجريلا دي ويدي الجريلا دي في نفس الوقت السايز مش هيختلف تمام، فانا عايز ابدا اعمل ده سايز غير دوت. طيب انا لو وقفت على الضغط، لو وقفت على الضغط وجيت غيرت السايز، خليت ده مثلا 14، هتغير لي الاتنين مره واحده. طب انا عايز اخلي واحده تغير غير التانيه، ماشي مفيش مشكله خالص، هلاقي اوامر عندي اسمها اوامر موديفاي. موديفاي باجي بلاقي هنا شويه ادوات، امر الاين ده اللي موجود في الكيت، المحاذاه لو انا عندي حاجتين عايز واحده فيهم تحاذي التانيه، يعني ممكن اقول له الاين واختار مثلا الضغط ده مثلا واقول له حاجه تانيه تحاذيه تمام. عندي الامر اللي انا هستخدمه دلوقتي اللي هو سبليت اليمنت، باجي عليه واقول له انا عايز اقسم الضغط ده نصين، بحيث ان ده ممكن ياخد سايز وده ياخد سايز تاني خالص. فبعد ما بعمل سبليت باجي على الضغط التاني واقول له خلي لي دوت وليكن مثلا 12 في 12، هو بقى يبدا يغير السايز زي ما عايز، ويبدا يعمل لي الريديوسر، بدا يعمل لي ريديوسر. طيب لو الريديوسر ده انا عايز اغير مقاسه، يعني حاسس ان هو صغير وعايز اخليه كبير، او عايز كبير عايز اخليه صغير، هنشوف الطريقه دي، لان الطريقه دي موجوده في كل الحاجات، يعني الفكره واحده، يعني مجرد ان انت فهمت الفكره دي هتلاقي نفسك عرفت تعمل الكوع تاني، تعرف تعمل اي حاجه تانية في البايب، في الكيبل تري، فهي الفكره بتاعتهم واحده. هقول له ايه دي؟ طيب عندي المقاس هنا 45، طيب انا عايز اخليها 30 مثلا، هقول له اعمل له واحد مقاس 30 دوبليكيت 30. اوكي انا غيرت الاسم بس ما غيرتش اللي جوه تمام، فاجي هنا اقول له 30 واقول له ايه اوكي، هتلاقي المقاس ده اتغير. ممكن اجي كده يعني لو عايز تحسب الفرق اجي اقول له خليه ارجعه 45 تاني، هلاقيه خد 45. ممكن اعمل اي مقاس انا عايزه، اعمل مقاسات، بس وانا بعمل المقاسات اخلي بالي ابقى ماشي مع كود، ما ينفعش مثلا يكون الكود بيقول حاجه معينه وانا اعمل حاجه تانية خالص تمام، فده هيعمل لي مشكله. فطول ما انا شغال، يعني مثلا ده التكييف فخليه سمكنه، شغال فاير اخليه ال ان اف بي ايه، كل حاجه اشوف الكود بتاعها ايه ماشي. طيب لو انا دلوقتي جيت رسمت ضغط تاني، رسمت ضغط تاني وبدات اعمل برضو موضوع الزباله دوت، او ابدا ان انا ارسم ريديوسر، يعني خلينا نرسم ضغط ماشي اهوت، وغيرت المقاس، قلت له خلي المقاس ده مثلا اي مقاس تمام. الريديوسر اللي خده هنا
خد انهي واحد؟ خد 45، لسه ما تعرفش على 30. عايزين نعرفه على 30، عايزين نخليه الديفولت بتاعه او الافتراضي بتاعه هو 30. اعمل ايه؟ هقف على الضغط وهقول له ايه؟ ايديت تايب. عايز كل شغله بشغله على التيب مش على التيب، هقول له ايديت تايب وهقول له ايديت نفس اللي كان في البايب من شويه. اجي هنا ابص على دي، ده متعرف على الافتراضي بتاعه 45، هقول له 30 تمام. ولو انا في حاجه مش عايزها تحصل اخليها نن، يعني الريكتانجل لاوفل اخليه نن، لان اصلا انا مش عايز اوفل، عايز لو انا اخترت اوفل غلط يقول لي لا ده ما فيش هنا كوع فناخد بالي. فانا الحاجات اللي انا مش عايزها اخليها نن، يعني لو انا مش عايز اخلي فيه مشترك اليونيون اروح ايه اقول له خليها بنن تمام. طيب اقول له اوكي، هقول له اوكي. دلوقتي بقى لو بجيت ترسم اي ريديوسر هيبقى 30، لان انا اخترت ان الريديوسر يبقى ايه الديفولت بتاعه اللي هو 30 تمام. طيب من ضمن الحاجات التانية برضو اللي عايزين نشوفها ان شاء الله مع بعض، لو انا جيت ارسم اير تيرمينال اخترت جريلا، خلي بالك هي نفس الفكرة، يعني هي فكرة اللايتنج فكرة الفاير نفس الفكرة، ان انا ارسم الحاجة لما تيجي ترسم حاجة في السيلينج حطها في السيلينج، وبقيت الشغل كله خليه في ادوار الفلور العادية. هاجي هنا اقول له حط لي ده في السيلينج وحط لي ده كمان في السيلينج. ممكن اجي هنا ام في وابدا انقل من هنا لهنا، او اقول له استخدم اي امر من الاوامر بتاعتي زي امر الاين ماشي. طيب ممكن حاجه كمان، يعني هنقول الطريقه برضو للتوزيع اسهل، ان انا ممكن اجي على اي واحد فيهم اي حاجه انا اكون برسمها يعني واقول له امر اري. امر اري مختلف شويه عن امر اري اللي موجود في اوتوكاد 2006 2007. في 2003 في الاوتوكاد 2013 بداوا يحطوا نفس طريقه الاري ديت، ان انا باجي اقول له اري تمام وببدا اقول له انا عايز ارسم اري، بيقول لي انت عايز ترسم الحاجه افقي ولا حاجه دائريه، خلينا نختارها افقي بدايه ماشي. بيقول لي انت عايزهم كام واحده، قول مثلا 3. بيقول لي عايز انهي طريقه، هتحدد اول نقطه واخر نقطه ولا اول نقطه وتاني نقطه، يعني عندي 3 جريلات ممكن اقول له اول نقطه اهي وتاني نقطه اهي هو يحط التالته، او ممكن اقول له اول نقطه اهي وتالت نقطه واخر نقطه اهي هو يحط اللي في النص. خلي بالك ان الموضوع لسه شغال معايا، يعني ممكن بعد ما حتى ارسم واخرج من الامر اقول له ايه خليهم الاربعه. طب خرجت خالص من الامر ممكن اجي برضه لسه معمول لهم حاجه اسمها جروب، هتلاقي هنا ان جروب لو انت مش عايز الجروب ده يكمل معاك عايز توقفه. اجي هنا اقول له خلي دول 2 3 زي ما انا عايز. دي طريقة بتبقى سهلة جدا ان انا اوزع الشغل بتاعي لو انا عندي منطقة واسعة كبيرة، مثلا اوضة غرفة محاضرات او مسجد حاجة كبيرة وعايز ابدأ اوزع الحاجات اللي فيها، فبروح قايل له اول واحدة واقول له ارسم. تعال نجربها تاني مع بعض، نفس الموضوع ده في اللايتنج ونفس الموضوع ده في البايب وفي البلامنج في اي حاجة احنا شغالين فيها. هاجي هنا واقول له اري، عندي اختيارين لينير وعندي ان انا اعمله راديال اللي هو دائري. هقول له اول واحده، ممكن اقول له مش عايز جروب، يعني اعملها وما تعملهمش جروب، انا عايزك بس توزعهم ومش مهم يبقوا جروب تمام. ممكن اقول له انا عايز عددهم مثلا 4 واقول له حدد لك اول نقطه واخر نقطه، اول نقطه اهي واخر نقطه مثلا اهي. خلي بالك هما موقفوش، هما لسه شغالين، يعني ممكن لو حركت بالاسهم لتحت هيتحركوا معايا يجوا معايا زي ما انا عايز تمام. والطريقه دي لو احسن فحتى الاوتوكاد نفسه بقى يستخدمها. الاول كان ليه طريقه معينه تانية كلنا طبعا اشتغلنا عليها، لا هو بدا يعتمد دي في 2013 و2014. هاجي هنا اقول له انا عايز اري تمام. تعال نجرب الاختيار التاني ريديا، هعمل دائره بس خلي بالك لازم لازم نقطه المركز احركها على اساس ما يلفهمش كلهم حوالين النقطه ديت، لا والا كده هيبقى كل الجريلات
هتلف حوالين نفس النقطة، هروح محرك نقطة المركز وأقول له مثلا عايزهم أربعة، بقول له حدد لك أول نقطة وآخر نقطة، أو ممكن أقولهم له بالزاوية، يعني أقول له الزاوية دي مثلا أقول لكم مثلا 270، تمام؟ والله صراحة موزعهم لي، ممكن أقول لا ده هما مش أربعة ده هما تلاتة، وأبدأ أوزع زي ما أنا عايز، تمام؟ فالموضوع سهل وبسيط، الموضوع إن أنت توزع الحاجة إن شاء الله مفيش مشكلة خالص. تمام يا باشمهندس حسين. طيب بسم الله. طيب احنا اتفقنا ان احنا كل شغلنا اللي هيصدر للعميل او اللي هيخرج هو يبقى الشغل كله فين؟ في الفلور بلين. فاول حاجه لازم اعملها هنا ان انا ابدا اظبط الشغل بتاعي، يعني اقول له ده مثلا واحد لمية، هو ليه كان واخد 96؟ لان هو كان متحول من بوصة أو حاجة زي كده، فالتحولات دي فرقت معايا حاجة بسيطة. هنا هقول له مثلا شغل فاين وزي ما أنت عايز، زي ما أنت عايز، يعني ممكن أنت تكون عايز تخرجها كورس مفيش مشكلة، ممكن تكون أول مرة هتخرجها فتخرجها ديت، تاني مرة ميديم، تالت مرة فاين، مفيش أي مشكلة خالص، تمام. طيب ممكن أنت بقى عايز تكتب، تعال نشوف موضوع الكتابة إزاي. الكتابات كلها في أنوتيت، أنوتيت دي مسؤولة عن الحاجات التو دي، الحاجات اللي ما بتظهرش غير في الفيو ده بس، يعني الشغل ده اللي انا رسمته ممكن مثلا حاجه زي البايب دي تظهر في كل الادوار، تظهر في كل الادوار، تمام. ليه مثلا البايب ده طالع في كل الادوار اللي فوق، فهتطلع في الدور التالت هتلاقي البايب اهي، الرايزر بتاع البايب موجود، لو انت عايز تشوف صح قول له فاين هتبدأ تشوف صح، تمام. ودي مستر ريفيت، انا دلوقتي لو عدلت البايب دي جبتها يمين او شمال هتغير في كل الادوار مره واحده، تمام. مش محتاج ان انا ادخل لوحه لوحه ازاحها كام سنتي دول، لا ده هي كلها مره واحده، فبيفضيني ان انا اطلع تصميم كويس، اطلع احسن حاجه تتعمل. طيب لو انا عايز ابدا اكتب الكتابات بتاعتي من انوتيت، تعال نجرب التكست الاول. التكست ده اللي هو الكتابات بتاعت الاوتوكاد العاديه، يعني لو انا عندي الضغط دوت ماسه كام، 12 في 12، اجي اقول له تكست واكتب هنا 12 في 12، ده اللي هو بتاع الاوتوكاد 12 في 12. طيب لو انا جربت التكست التاني اللي هو بتاع التاجات اللي هو حاجة خاصة بالريفت، اجي هنا تاج وابدأ احط التاجات هنا، مش هيظهر معايا. ليه؟ مفيش تاج للضغط متحمل في المشروع، تمام. ودي سهل ان احنا نتفاداها، تعمل تمبليت تحط فيه كل التاجات وكل الفام اللي انت تستخدمها بحيث ما تقفش خالص، تبقى انت شغال اكسبريس طوالي، تمام. اهي دكت دكت تاج، بتلاقي عندك كذا نوع، عندي بوتوم اليفيشن، عندي دكت سايز، هنبدأ نشوف ازاي نعدل الحاجات دي ونظبطها كلها مع بعض، ما فيهاش مشكلة وسهلة جدا ان شاء الله. خلينا نختار الدكت سايز، خلي بالك انا عندي اتنين، فانت لازم واحد فيهم هيكون كويس والتاني احسن، فانت خلي المشروع بتاعك فيه احسن حاجات موجوده، التمبليت بتاعك اللي انت شغال عليه، تمام. انا حملت اهو وحملت ده ال 12 في 12، ماشي. طيب اول حاجه لو جيت غيرت المقاس دوت، لو جيت وقفت على الضغط دوت وغيرت المقاس خليته 14 في 12، اتعدل في التاج وما تعدلش في الكتابات العاديه اللي هي بتاعت الاوتوكاد، دي اكبر ميزه هستفاد منها من موضوع التاجات، تمام. فاكبر ميزه هستفاد منها ان الشغل بتاعي هيبقى طالع زي الكتابات بتاعته، مش هيبقى فيه اختلاف، يعني لو جيت هنا وبعدين هو بيقول اوتوماتيك لوحده ما بضطرش ان اكتب حاجه، اهو ده لقط 12 في 6، ده لقط 14 في 6، تمام. وانت ممكن تكتب كل حاجه في اللوحه وتعدل بمزاجك وما تضطرش ان انت تقعد تبص على الشغل. طيب لو انا عايز الكتابات ديت التاجات دي اكتب معاها كلمه تانية، اعدل في الفاميلي بتاعت التاجات، هقول له اديت فاميلي، تمام. بلاقي دي سايز، ايه السايز دي؟ دي حاجه اسمها ليبل، تمام.
مش كتابة، لا يعني هنا مش هو أول ما بيدخل على المشروع بيبدأ يلقط سايز. طب أنا عايز يلقط حاجة تانية غير السايز، تمام؟ هقول له ليبل وأقول له القط لي على سبيل المثال مثلا أكتر حاجة بستخدمها في شغلنا البوتوم إليفيشن، أهو بدوس على الحاجة اللي أنا عايزها مرتين تظهر معايا في الحاجات اللي هتظهر هنا. إيه الحاجات ديت؟ ده السايز وده البوتوم إليفيشن. ممكن أطلع واحدة فوق التانية أهي، هنا بكتب كلمة قبل السايز. يعني ممكن اقول له مثلا سايز، طبعا مش مستحبة لان هيبقى كلام كتير، بس كمثال هنا كلمة بعديها وليكن مثلا ملي متر مثلا او اي كلمة حسب وحدة القياس اللي احنا شغالين بيها، تمام؟ برضو البوتوم اليفيشن ممكن تقول له بوتوم اوف اليفيشن، بوتوم اوف ضغط، تمام؟ بوتوم اوف ضغط يعني في المشاريع بنقول له بوتوم اوف ضغط، وادي له مسافة، ممكن تديله علامة يساوي او ما تدوش زي ما انت شغال عادي، تمام؟ ممكن تكتب له هنا ملي متر لو هي مش موجودة في قلب المشروع. طيب هعلم على علامة بريك هنا. ايه علامة بريك ديت؟ بحيث يخلي دي في سطر والتانية دي في سطر تاني، ده في سطر وده في سطر تاني. لو شلتها هيبقى لو في مسافة الاتنين ممكن يجوا في نفس السطر. هقول له اوكي، خلاص كده انا عدلت. ممكن اجي هنا واسحب دي شوية كده زي ما انا عايز، ممكن الف الشكل دوت برضه عادي. هقول له ايه؟ حمل في مشروع. هقول له اوفر رايت، هو اوتوماتيك هيعدل في الفاميلي نفسها زي ما انت شايف. كتب لي السايز 20 في 6 والبوتوم اوف ضغط، ادور البوتوم اوف ضغط، تمام؟ انا دوست كنترول زد عشان ارجع. طيب تعالى نعمل حاجة تانية برضو، نرسم نفس الشغل ده في منطقة تانية وفايدة ان شاء الله. طيب انا لو جيت في المنطقة دي هنا، خلي بالك انت هنا لازم ترسم سكاشن كل شوية، ليه؟ على اساس ما تضطرش تيجي في اخر المشروع تلاقي حاجة خابطة في حاجة. ارسم سكشن وجو تو فيو وشوف في حاجة خابطة في السقف بتاعك ولا لأ. في حاجات مثلا ممكن تكون فوق، حاجات تحت، تبدأ تعدل زي ما انت عايز. يعني هنا في حاجات هي مش مظبوطة، اروح معلم عليها وتبدأ بقى تظبطها، تمام؟ انا بدوس بالسهم اطلعها لفوق زي ما انا عايز، وابدا اظبط الجريلا على سطح الساق بالظبط، على سطح السيلينج بالظبط، الاين، وتبدا تظبط دي على دي اهي، وتظبط المكنه، تبدا تظبط شغلك. لو في اي حاجه مش واضحه ان شاء الله مع الامثله ان شاء الله تطبق باذن الله. ماشي يا باشمهندس. طيب لو انا خدت جريلا اهيت، وخدت واحدة كمان كوبي، ماشي، ممكن احط كذا واحدة موجودة مفيهاش مشكلة خالص. هي هنا جريلا اللي رسمها كانت الحدود بتاعتها مش لقطة الالاين، تمام؟ بس في جريلات تانية هتلاقيها بتلقط، تمام؟ هنا ده الحد بتاع الجريلا نفسه مش مرسوم صح، هو ممكن يكون عاملها من النص. يعني لو جربنا كده اهي، هو مظبطها من النص، طبعا ده مش مظبوط، تمام؟ فانت المفروض يعني في جريلات معمولة ان هي من الحواف نفسها بتبقى ادق طبعا. تمام، السيلينج هنا على كام؟ اقف على السيلينج، السيلينج على 2 متر، يبقى الجريلات دي المفروض تبقى على كام؟ على 2 متر، تمام؟ في هنا مشكلة، هو ده اللي عمل لنا المشكلة، هو ده اللي عمل المشكلة. ايه هي؟ هنا ده متنسب لليفل واحد، ده مظبوط، هنا السيلينج متنسب ل 2 متر. طيب هقول له خلي السيلينج يتنسب لليفل واحد، تمام؟ 2 متر. طيب تعال نشوفها في سيكشن. جو تو فيو، اي مظبوطه كده، تمام؟ طبعا السيلينج اصل انا عندي هنا ليفل 6 وليفل ليفل واحد ده اللي هو اللي تحت خالص. تمام. طيب نخليهم الاثنين على الليفل، يتناسبوا الليفل 6. هنخلي
الاتنين اتنسبوا الليفل دوت. طيب هقول له ده يتنسب لليفل 6. وده برضو يتنسب لليفل 6. نسبهم لي الليفل 6. تمام، تعال بقى نشوفها في السكشن. اهو كده مظبوطين ان شاء الله. طيب انا اعترف ان انا كسل شويه، فمش عايز ابدا ارسم، انا عايز هو اللي يرسم. ممكن اعمل ايه؟ اقف على جريلا فيهم، تمام، واقول له اعمل لي سيستم اسمه ضغط. بيقول لي هسميه ايه؟ هسميه ماشي، سميه زي ما انت عايز، سميه احمد محمود، تمام، وافتحوا لي في السيستم اديتور عشان اعدل فيه. هضيف، اقول له ضيف لي ديت، ضيف لي بقيه الجريلات، واقول له ايه؟ فينش. ممكن اقول له سيلكت واروح محدد له مكنه مثلا زي الفان كول يونت. طب انا لو وقفت على اي واحده فيهم هلاقي عندي حاجه اسمها جنريلي لي اوت، هيبدا هو يقترح لي تصميم معين. اقول له وريني سوليوشن، هو بيوريني مثلا، بيقول لي انت ممكن توصلهم بالطريقه دي، او ممكن بالطريقه دي، او ممكن بالطريقه يعني بيديني كذا طريقه اختار انا منهم. وممكن اقول له بليس بيس، يعني حدد لي النقطه اللي هيخرج منها او هيتوصل بيها هي النقطه دي. تمام، طيب انا طبعا الشكل ده مستحيل يعجب حد يعني. ده ممكن، ماشي. طيب انا على انا ارتفاع هقول له سيتنج، وابدا اختار الارتفاعات اللي هنا. خلينا نختارها مثلا 2000، 2300 مثلا على سبيل المثال، والبرانش برضو 2300. وتشوف بقى الفليكسيبل عايز توصل انهي فليكسيبل. اقول له اوكي. بعد ما بترسم بتقول له ايه؟ فينش لي اوت. خلاص هو بقى بيبدأ يوصل التوصيلة، وبتحتاج بس ان انت مثلا لو في ضغط عايز تعدله وتكبره وتصغره زي ما انت عايز، بس هو ممكن يكون فعلا الشغل كتير فانت ايه تكون رايحك من جزء كبير قوي منه. تمام، ممكن اجي هنا برضو ولا حاجة اسمها سيستم انسبكتور، ده بيحدد لي كل جزء كل جزء من الحاجات رايحه فين، يعني الهواء جاي منين وراح فين وداخل فين، والبريشر فيها قد ايه، البريشر لوسز قد ايه، الاستاتيك بريشر قد ايه، الفلو قد ايه. بيديني معلومات كامله عن كل حاجه، كميه سي اف ام، طب خدت سي اف ام منين، قاعد اشوف الجريل دي فيها كام سي اف ام ودي فيها كام سي اف ام، راح جايبهم كلهم. تمام، نرجع للرسمة ديت. أنا كان نفسي نشرح المشروع كله تكييف، بس يعني ناخد اليوم كله مثلا نشرح المشروع وكده، بس يعني على أساس إن إحنا عندنا كذا سيستم، فاضطر بس إيه أدي نماذج لكذا أوضة، وعلى أساس ندخل في المية وندخل في الدرين وندخل في الفاير وندخل في الكهرباء، وإن شاء الله يعني يا رب الوقت يسعفنا بإذن الله. تمام، طيب من ضمن الحاجات الجميلة من أنالايز بلاقي عندي حاجة اسمها هيتنج اند كولينج لودز. ايه ديت؟ ده هو برنامج الهاب، يعني مجرد ان انا ادوس عليها بيبدأ يحمل لي المعلومات بتاعتي، بيقول لي المبنى ده عبارة عن ايه؟ هل هو اوفيس ولا ميوزيوم ولا ايه نوعه؟ اللوكيشن موجود فين؟ اول ما اقول له لوكيشن ادوس هنا، ده موجود في المانيا، ممكن اخليه المانيا عادي، او اجي اختار الدولة من هنا اقول له كايرو. تمام، او ممكن اقول له انترنت مابنج سيرفيس. تمام، وتبدا بقى تختار الدوله. نلاقي ديفولت سيتي ليست از بيست. تمام، بمجرد ان انت اخترت الدوله هو هيلقط على طول الوزر مظبوط، المعلومات بتاعت الوزر دي هيلقطها مظبوطه، كمية الدراي وكمية الويت والهيتنج ديزاين والمعلومات كلها هيلقطها على طول او متخزنة عنده.
تمام. طيب بيجي بعد كده بيسألني الجراوند بلان بتاعي انهي واحد فيهم، يعني عندي كذا ليفل، انهي واحد فيهم هو ده الجراوند بلان. ممكن ليفل واحد، ممكن ليفل ستة، ممكن ليفل اتنين، زي ما انت عايز. ممكن يكون الدورين اللي تحت مثلا هما بيزمنت، فانت تقدر تختار انهي واحد فيهم هو ده اللي هيبقى ليفل واحد. البروجكت فيس، هل المشروع ده اتنفذ فعلا وانا بعمل له نموذج ليه، ولا لسه هيتنفذ نيو كونستراكشن. تبدا تشوف المشروع ده فعلا ايه. ممكن يكون عندي اجزاء من المبنى اتبنت وفي اجزاء لسه ما اتبنتش، ابدا اخصصها في حته لوحديها، ان ده بيتكلم على المشروع كله، وممكن حته حته ابدا اخصصها. المبنى ده هتعمله ايه؟ يعني في في سنجل دكت، ولا عايز تعمله انهي نوع من هوت اير، ولا عايز تعمله ايه بالظبط؟ ده برضو المبنى كله، يعني ممكن تكون انت عندك كل الاوض بسيستم معين واوض تانية بسيستم مختلف. شوف الاغلبية ايه وبعد كده نبدأ نخصصهم مع بعض. التقرير اللي هيطلع لي دلوقتي بكل اوضة مثلا هتاخد قد ايه سي اف ام، ولا قد ايه لتر بير سكند، عايزها تبقى انهي نوع. خلينا نختار سيمبل، كل ما تختار ستاندرد اعلى ديتيلد اعلى، بس احنا نختار سيمبل بس ايه مؤقتا. ممكن اقول له ديتيلز وابدا اشوف الديتيلز بتاعي. تمام، هنا في حاجات لسه ما اتدخلتش، فهو بيقول لسه ما اتعملتش. ما فيش اي سبيسز في المبنى. طيب تعالى نعمل السبيس، سهله ان انت احنا نعمل السبيس. السبيس بتعمل ازاي؟ من انالايز بقول له انا عايز سبيس وابدا احدد السبيس بتاعتي. بيقول لي ما فيش تاج متحمل للسبيس، اقول له ماشي حمل لي تاج للسبيس. السبيس دي عامله زي الروم اللي هي مثلا السبيس دي هتاخد قد ايه سي اف ام او قد ايه لتر بير سكند. تمام، فهقول له انا عايز الريفت فاميلي، واقول له انا عايز احنا قلنا سبيس تاج. طبعا اول ما تلاقي حاجه ناقصه عندك روح عالج الموضوع ده فين، في التمبليت. يعني الحاجه ما تحطهاش هنا بس وخلاص، لا تروح تحطها في التمبليت كمان. سبيس، تمام سبيس. اه طب ما بقدرش تظهر، يعني هو بيتحط بس مفيش حاجه بتظهر. تمام، طيب دي ممكن حلها ازاي؟ ممكن ادوس في في وادخل في انوتيشن وابص على السبيس ارتكشر سبيس، اشوف السبيس ظهر ولا لا. موديل سبيس اس سبيس موديل سبيس على سماعي. structure space model space بش هي سبيس هي ظاهرة معايا. طيب هنا نشوفها كده ظاهرة، لا مش ظاهرة. طيب نشوفها كده في ليفل واحد هتظهر معايا. لو قلت له انا عايز احط سبيس انالايز سبيس في في برضه بيظهر. يو ميت الشيك زي في واتس برامتر اند سبيس، هنا ظاهرة والانوتيشن سبيس سبيس تاج. سبيس اهو
طيب في سبيس سبيس ظاهرة. اه معلش، الانتريور والريفرنس ما كانش ظاهرين. اوكي هي دي اللي ظاهرة معايا. طيب ليفل 2، تعالى نحطها في ليفل 2. سبيس اي اشتغلت، هي تقريبا ليفل واحد ده تحت الارض، فهو ده اللي عامل مشكله. انا بس الاسامي بس لخبطتني شويه. اي دور هتفتحه هيظهر معاك موضوع السبيس ده عادي خالص. ليفل 3 ممكن تيجي هنا سبيس. هي المشكله بس عشان الناس ان شاء الله ما تحصلش معاكم، بس هي المشكله ان لو دخلنا في الالفيجن ليفل واحد دوت، ده اللي هو مش الليفل الشغل بتاعي، الليفل الشغل بتاعي اللي هو ليفل 6. ممكن عشان تشوف الموضوع واير فريم اهو، الأرضية بتاعتي هي ليفل 6. فليفل واحد ده مثلا ممكن نسميه مثلا ايه، الجراوند مثلا، او الأرضية العادية، او الجراوند الأرضية ان ده مثلا السطح بتاع المبنى. وقلت له غيره في جميع الادوار هيتغير معايا. تمام طيب نرجع. ماشي، انا ممكن تحط السبيس بتاع كل الاماكن، ولو جينا هنا بقى في وتبدا تسميها الاسم اللي انت عايزه. يعني ممكن تيجي هنا تقول مثلا السبيس دي انا عايز اسميها وليكن مثلا غرفة الفرين. لازم اي مبنى كده يبقى فيه غرفة الفرين عشان اللي ما يسمعش الكلام. ماشي طيب، ممكن اجي هنا اقول له انا عايزها بالاريا. وتيجي الموضوع لذيذ قوي ان انا اقول له اعمل لي بالاريا بالفوليوم زي ما انا عايز. الميزه في ايه؟ ان انا لو انا عدلت شويه، يعني لو جيت عدلت في الحته دي شويه الرقم هيتغير اوتوماتيك. خلي بالك هو الرقم بيتغير اوتوماتيك. تمام طيب، لو انا عايز اغير الحاجات ديت، يعني انا حاسس ان في كسور قوي، هعمل ايه؟ اروح دايس يونت يو ان يو ان عشان اتحكم في اليونت. اقول له الاريا انا عايزها مثلا بالمتر زي ما فيش اي مشكله خالص، او خليها بالمتر مفيش مشكله، سكوير متر. عايزك ما تجيبليش كسور، قربها لي اقرب 10. اوكي ده على سبيل المثال. الاوضه اصلا مش كبيره قوي، بس بوريك بس على سبيل المثال. قال لي الاوضه دي مثلا 20 متر. تمام، ممكن تكون انت محتاجها كسور مش كسور زي ما انت عايز. تمام، هاجي هنا بعد كده اقول له هيتنج اند كولينج لود. ده بيقول لي انت بقالك كتير ما سيفتش، مش مشكله الحمد لله ان الكهرباء ما بتقطعش عندنا في مصر خالص. تمام طيب، ادي هي السبيس. تمام، دي الاماكن اللي اتحطت خلاص مظبوطه. بيبدا يديني مواصفات ليها، ممكن كل اوضه فيهم ادخل اظبط الخصائص بتاعتها. ابدا كل حاجه اظبط لها الخصائص بتاعتها. بقى هنا عندي تخصيص اكتر، ممكن اقول له كميه الكهرباء مثلا اللي هشغل انهي سكادول، الباور سكادول بتاعه ايه، اللايتنج لود بتاعه قد ايه، كل الحاجات اللي موجودة في برنامج الهاب. تمام، لو اي واحدة من دول عايز تشوفها باجي هنا اقول له هايلايت، يعني نورها لي عشان اعرف انت احنا بنتكلم على انهي اوضة. تمام، ممكن اقول له ايه ايزوليت، ايزوليت يعني اخفي لي كل حاجة ما عدا الحاجة اللي انا شغال عليها. اقول له كالكوليت، هيبدأ يحسب، هيطلع تقرير زي برنامج الهاب يقول لي كل حاجة مساحتها قد ايه، كل حاجة مساحتها قد ايه. هذا التقرير بيجيب لي اسم المشروع، بيجيب لي التقرير نوعه ايه، بيجيب لي كمية الدراي والويت كام فهرنايت. ممكن تعدل الوحدات، تدوس يو ان وتقول له بدل الفهرنايت اشتغل بالسيليزي زي ما انت عايز. البيلدنج سامري، معلومات عن المبنى، وبعد كده كل اريا لوحديها بيجيب لي المعلومات الخاصة بيها. تمام، ممكن تقول له يو ان وتقول له انا عايز اخصص درجة الحرارة شفاك. تبدا تشوف مثلا انت هتشغل اول حاجه سي اف ام ولا باللتر بير سكند، درجه الحراره تشوفها فين، هيتنج لود. لا مش هيتنج لود، عندي هنا الباور، البريشر، الفيلوسيتي، اهي التمبريتشر بدل فهرنهايت. هتقول له ده انا هشتغل مثلا بالكلفن بالسيليزي زي ما انت عايز. تمام، وده لازم تظبطه في التمبليت، ما تجيش كل شويه تيجي تظبطه هنا.
سي اف ام يعني كيوب فير فيت مينت، يعني هي كمية الهواء اللي هيمشي في الماسورة قد ايه، كم مكعب في الدقيقة. بحدد اتجاه شمال، بحدد اتجاه شمال ونشوفها مع بعض. دي المحاضرة رقم 3. دي هو رابط المحاضرات، المهندس أشرف ماهر حط، ربنا يجزي عنا كل خير. تمام. طيب السبيس عاملة زي الروم، يعني هي مساحة من مساحة، يعني مثلا ممكن ايه يكون عندي أوضة هتاخد تكييف معين، كمية سي في ام معينة، الأوضة اللي جنبها تاخد كمية تانية، فكل واحد فيهم بنسميها سبيس. تمام. ماشي، نقفل ديت. ممكن اجي على اي واحده فيهم، اي جريلا او اي حاجه انا كنت راسمها، ادوس كليك يمين. طب ثانيه واحده، هعمل بس حاجه موديفاي سبليت، اقطع ديت واجي هنا وادوس تاب تاب، ولا عندي حاجه اسمها دكت بايب سايزنج. تمام. دكت بايب سايزنج لما بدوس عليه بيبدا يقول لي انا ممكن اعمل لك دكت سايز للحاجات ديت. تمام، بس تكون مرسومة سليمة، تكون مفيش حاجة فيها أي مشكلة خالص. أقول له مثلا اعملها لي بالفريكشن، وأدي له كمية الفريكشن اللي عندي، أدي له كمية الفيلوسيتي اللي يكوال الفريكشن زي ما أنا عايز، أدي له الحاجات المعلومات بتاعتي كلها وأقول له احسبها لي. ممكن أقول له أنا عندي أساس بتاع إن الهاي مثلا ما يزيدش عن كذا، الهاي ما يزيدش مثلا عن 18، لأن أنا عندي مثلا فرق بين السيلينج والسقف صغير. تمام. هتيجي هنا ودوس تاب تاب، وقول له بعد كده دكت سايز، وتقول له ارسم. طبعا تكون كاتب له معلومات سليمة، يعني تكون انت مثلا قال له الفلوسيتي قد ايه. تمام. انا طبعا مش مدخله معلومات مظبوطة، فممكن يكون الضغط اللي ارسمه مش مظبوط. تمام. تمام. ولازم يكون في هنا اند كاب، اند كاب يعني حاجه في اخر الصاج، او يكون هو مقفول. هنا احنا سايبينه مفتوح، تعرف منين مفتوح ومقفول؟ من انالايز. باجي اقول له شو ديسكونكت، واروح معلم على الدكت واقول له اوكي. كده اي دكت مش متوصل اجيب لي علامه ان هنا ده مش متوصل. الاند كاب لو هي متحمله في المشروع بقول له دكت فيتنج. تعال نشوف هنا اند كاب ولا لا. اهي دكت فيتنج اند كاب، وحملها وحطها في اخر الساق، خلاص كده اتقفل. هو اوتوماتيك بياخد نفس المقاس بتاع الدكت. طيب أو اول ما بحدد المدينه بياخد المعلومات. طب احدد المدينه ازاي؟ ممكن من مانيش، طريقه تانية ان احدد المدينه ادخل المعلومات بتاعه المشروع، اللوكيشن، هبدا ادخل له المدينه، اقول له مثلا خد المدينه اهيت زي ما احنا عملناها المره اللي فاتت، هو اوتوماتيك هياخد كل المعلومات الخاصه بالمدينه. تمام. وممكن لو انت عايز تلف في المبنى، تلف في المبنى، ممكن اجي هنا واقول له ايه روتيت ترو نورث، يعني ده مش الترو نورث بتاعي. يعني انا دلوقتي هعمل حاجه لذيذه قوي، لو انا عندي الترو نورث مش ده، عندي ترو نورث تاني، اعمل ايه؟ انا مش عايز اشتغل على الجراوند، عايز اشتغل مثلا على ليفل 2 عشان ما اتلخبطش اللخبطه التاني. تمام. هاجي على ليفل 2، انا عايز اعمل واحد فيهم بالترو نورث بتاع المشروع، اللي هو ان ده الشمال، وفي واحد عامله ان ترو نورث ناحيتي، يبقى هعمل اللوحتين. هاجي هنا اقول له ايه دوبليكيت فيو، بلاقي عندي اختيارين، دوبليكيت هيعمله دوبليكيت من غير الكتابات والحاجات دي كلها، ودوبليكيت ويز ديتيلنج هيعمله بالكتابات والدايمنشن واي حاجه موجوده وعلامه السكشن وكل حاجه. اقول له ايه دوبليكيت.
تمام. طيب ليفل 2 ده هسيبه زي ما هو، الكوبي هو بقى اللي هعدل فيه. اول حاجه هقول له ايه الاورينتيشن بتاعي مش البروجكت نورث، يعني ما تخليش الزاويه بتاعتي هي البروجكت نورث، لا الترو نورث، الترو نورث اللي هو الشمال الحقيقي بتاعي اللي هو بيشاور ناحيه القطب الشمالي. تمام. طيب هاجي هنا من قناه مانيش واقول له ايه روتيت ترو نورث، لف لي ترو نورث. هاجي هنا والف، وممكن اكتب له زاويه على طول، ممكن اقول له مثلا لف لي بزاويه كذا. تمام. او الفه كده زي ما انا عايز. تمام. ده كده بقى ده كده حقيقي كده، ان كده ده كده انا مظبطه على الحقيقي بتاعه، الحقيقي اللي هو موجود في الموقع. بس انا عشان اسهل على نفسي وما اتلخبطش وانا برسم الضغطات، ممكن اشتغل على الليفل الحقيقي بتاعي. وتعالى نرسم ضغط ونشوف ايه اللي هيحصل. يعني انا لو جيت هنا رسمت ضغط، تمام، الضغط ما بانش. ليه ما بانش؟ ممكن عشان موضوع الارتفاع. اول حاجه اظبط ديت. طبعا الحاجات دي بنظبطها لان هي مش متظبطه في التمبليت. لو احنا بدانا لو احنا عملنا تمبليت لينا واشتغلنا بيه هتلاقي الموضوع بقى اسهل اهو. وابدا ارسم الضغط. طيب عايزين نحط اي دايمنشن، نتعلم ازاي نرسم دايمنشن. هقول له انوتيت واقول له انا عايز ارسم دايمنشن عند الايند. ده هو ده احسن حاجه بالنسبه لي، برسم من هنا لهنا. عندي حاجه تانية ممكن اقول له ارسمها لي من الوول سنتر، انا عايز ارسم للوول سنتر للوول فيس. وول فيس يعني واجهه على الحيطه، وول سنتر نص الحيطه، وراح ارسم مثلا للحيطه دي عشان تبقى معايا. تمام. هو كده رسم من النص ومكمل معايا، يعني ممكن ارسم كذا حاجه تانية. تمام. دي حاجه لذيذه في الشغل بتاع الدايمنشن، ان انا هو بيكمل معايا لحد ما اقول له اقف، يعني اقول له الاين واعلم على الحاجه اللي انا عايزها وبعد كده ابدا امشي. تمام. لو عايز ازود اي حاجه تانية، انا في حاجه عايز ازودها بقف هنا واقول له اديت وابدا ازود. بدوس هنا، عايز اشيل بدوس شيفت. تمام. واروح معلم على الحاجه اللي انا عايز اشيلها، يروح شايلها. تمام. ده بالنسبه لموضوع الدايمنشن. طيب انا دلوقتي رسمته في ليفل 2، لو دخلت كوبي في ليفل 2 هلاقي ايه؟ هلاقي الضغط بس. تمام. هلاقي الضغط بس. ليه؟ لان احنا قلنا الكتابات اللي بتكتبها في الفيو بتاعها بس، مالهاش دعوه باي فيو تاني. طب لو انا عايز انقلها، ماشي، ممكن تيجي هنا وتقول له كوبي وتروح راح اي فيو تاني مثلا وتقول له بيست. هنشوف هنا هيحطها ولا هتبقى ملفوفه معاه. بيست الاين تو كارنت فيو، حطها. تمام، مظبوطه زي ما هي. تمام. فدي حاجه لذيذه، وغالبا انت هتطبع واحده فيهم مش هتطبع الاثنين. يعني يا اما عايز تطبع انت بالترو نورس او عايز تطبع بالبروجكت نورس. شوف انهي واحده فيهم اللي هتشتغل عليها ودي اللي تبدا تكمل عليها. تمام. طيب لو احنا عايزين نعمل الحمامات، تمام، تعال ناخد مثلا وليكن ده الحمامات بتاعتي لان ده الشفط. تمام. طيب تعالوا نشوف هنعمل ازاي الحمام. بلينم. خلاص ان شاء الله باذن الله نعلي الصوت يا باشمهندس صلاح. ان شاء الله الرابط برضه هيبقى موجود على المنطقه الضاريه. لو بشغل عندك في اي برنامج شات او تحميل او ابلود اثناء المحاضره على اساس ما يحصلش معاك اي انقطاع باذن الله. تمام. رسم البلينم، ماشي، هو رسم البلينم مفيش اي مشاكل خالص. يعني هو انت ممكن تحمل اصلا، يعني وانت بترسم في التكييف. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز ارسم ميكانيكال اكويبمنت، في اكويبمنت بيبقى فيها البلينم جاهز، وممكن ترسم البلينم ده عن طريق ان انت بتعمل ضغط
يعني ممكن تعمل ضغط كده، ده تعتبره البلينوم بتاعك. نختار بس فاميلي غير ديت. هي في فاميلي بيبقى فيها البلينوم جاهز، البلينوم ده المكان اللي هو هتقابل فيه الفريش اير مع الريتر. اه في كذا فاميلي فيها الموضوع البلينوم. اي يعني لو انا قلت له هنا، انا هوريك بس فكرة ان انا ممكن ارسم ضغط كده كبير اطلع بيه عادي واقف، وبعد كده اكمل بقى ايه ارسم الضغطات بتاعتي. دي طريقة، والطريقة الاحسن ان انا هلاقي فاميلي عندي فيها كلمة فيها البلينوم جاهزة، اروح واخدها. ان شاء الله الفاميلي دي كلها بتتحمل منها ماكرو من 4 جيجا ونص 6 جيجا. تمام، لو انت دخلت في اللود فاميلي وقلت له بلينم، هي موجودة في الفاميلي، في الريفت فاميلي. انا دخلت في الميكانيكال ايكوبمنت، هتلاقي في فان كل يونت كتير ببلينم. بلينم اهيت، تمام، ففيها مكان جاهز، وتلاقي واصلة رتن واصلة فريش اير. تمام، طيب لو انا بقى عايز اعمل بلومنج، تمام، ممكن كذا حاجة. ممكن اجي كده اختار اللوحة اللي انا عايزها، تمام، ولكن مثلا عايز اعمل دور ليفل 2 ده، عايز اعمله منه واحدة كمان تكون للبلومنج. هاجي ادوس كليك يمين واقول له دوبليكيت فيو، واشوف بقى ديتيلنج ولا بدون ديتيلنج زي ما انا عايز. واللوحة الجديدة ديت هبدأ أغير في الخصائص بتاعتها بحيث إنها تبقى بلامنج. هقول له دي خليها لي ميكانيكال، بشوف فيه هنا بلامنج ولا لأ، في بلامنج اهي. وهنا هقول له دي خليها لي مثلا ووتر أو درين زي ما أنا عايز. ولو مش موجودة تقدر تكتبها، يعني سب ديسبلين ممكن أكتبه، ممكن أقول له مثلا ده خليه ووتر، خليه درين، زي أي زي مفيش أي مشكلة فيه. تمام، تعال نبص كده هنا architecture مش عايزينه دلوقتي. البلينم هو البلامنج اهوت. تمام، اهي اللوحة. تمام، اقول اللوحة ديت انا مش عايزها اتش فيك. طب عايزها ايه؟ تبدأ تختار بقى ووتر، تختار درين زي ما انت عايز تكتبها. ووتر ابلاي. تمام، طيب لو احنا بدأنا نرسم موضوع الشغل الصرف بتاع هنا، تمام، هقول له هنا انا عايز ارسم بلومنج فيكتشر. بلومنج فيكتشر بيقول لي عايز تحط ايه، دي الحاجات اللي عندي، ممكن تزود زي ما انت عايز. خلي بالك لازم وحتما وضروري تختار الفاميلي اللي انت عايزها وتلغي اللي انت مش عايزها. ليه؟ في فاميلي مش ليك، يعني المعماري ساعات بيحط فاميلي ما فيهاش الكونكت، يعني هتحطها ومش هيخرج منها مواسير. تمام، فانت لازم تختار الفاميلي اللي انت عايزها، الفاميلي اللي هي تناسبك. يعني في قاعده مثلا بيبقى فيها ميه بارده وميه سخنه، دي مش مناسبه، يعني ما حدش بيستخدمها في الوطن العربي او في مصر عموما، فانت تختار الحاجات اللي انت عايزها. تمام، ممكن تحط بقى القاعده زي ما انت عايز، ماشي، ممكن تحطها كده، ممكن تحطها في ال في ظهرها هنا. دي حاجة بقى ايه، يعني حاجة مش تبع الريفت، حاجة تبعك انت، ماشي، ممكن تحطها كده وبعد كده تحركها. ماشي، وتبدأ بعد كده تحط الحاجات اللي انت عايزها. انا احط ايه؟ ممكن تحط حوض. حوض مثلا اهو، خلي بالك اوتوماتيك، اول ما جيت احط الحوض هو ظبطه، عارف ان الليفيجن بتاعه على الارتفاع دوت على 86 سنتي ونص، مش محتاج بقى ان انا اقعد احفظ كود او احفظ بكود معايا، لا هو اوتوماتيك لقط عارف الحاجات فبيحطها. حط انت بقى الحوض زي ما انت عايز، ونبدأ بقى ايه نشوف هنشتغل في الحاجات دي ازاي. ممكن زي ما احنا عملنا في التكييف نعمل هنا برضه، اقول له اعمل لي سيستم واقول له وصل انت مع نفسك. تمام، وهيوصل الميه والدرين زي ما احنا عايزين، ما فيش اي مشكله خالص. وممكن نبدا نرسم مع نفسي، يعني نرسم مع نفسي ازاي؟ هاجي هنا واقول له انا عايز ارسم كولد ووتر.
درو بايب تمام، وهاجي اروح دايس ايه مسطره اخرج. المسطره دي اساس لو في مثلا هي نازله لتحت فيروح حاطط لي كوع ليها بحيث ابدا ارسم الحاجه بتاعتي مظبوطه تمام. الديامتر هنا مش عاجبني، هو شكله بيرسم بديامتر تاني غير اللي احنا متعودين عليه تمام. هبدا ارتفع اقول له مثلا عايزها على 2 متر تمام، وابدا امشي بالمصير بتاعتي زي ما انا عايز تمام. المصير بتاعتي مش ظاهره، مش ظاهره ليه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. دي حاجه اسمها الفيو رينج تمام، تعال نشوف حلها ازاي. ايه حكايه الفيو رينج؟ المشاكل دي كويس انها بتظهر على اساس نعرف هي ايه ونفهمها ونتجنبها تمام. هنعمل ستوب كده للشرح ونتكلم في نقطتين اللي هما الفي في والفيو رينج. ثانية واحدة، في حد بيسأل. جريلا، انت عايز تحط بلينم فوق جريلا؟ في فاميلي بتيجي جاهزة ليها، في فاميلي بتبقى جاهزة الاير تيرمينال بيبقى فوقها جريلا على طول تمام. طيب احنا عايزين بس نفهم ايه المصطلحين دول. عندي مصطلح اسمه الفي في، اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، مفيش مشكلة نتكلم عنه المرة دي. الفي في ده عبارة عن ايه؟ ايه اللي انت عايز تشوفه واللي انت مش عايز تشوفه؟ لان هو اصلا مفروض لو انت هتشوف كل حاجه هتشوف التكييف كده معاك، يعني لوحتك اللوحه اللي انت شغال عليها هتشوف ضغط التكييف لان انتوا الاتنين بترسموا في نفس الاوضه تمام. لو انت ترسم ضغط اكس هوست لازم تجي هنا وتقول له انا عايز ارسم ضغط اكس هوست تمام، وترسم الضغط ده ضغط سبلاي وضغط ضغط اكسس ماشي. وهترسم كيبل تري، انا عايز اللوحه دي ما يظهرش فيها غير بلامنج، مش عايز يظهر فيها لا كيبل تري ولا ال ولا شغل الفاير فايتنج ولا شغل التكييف ولا حاجه خالص، عايز بس الحاجه بتاعتي هي بس اللي تظهر تمام. وفي لوح ممكن اكون محتاج انا فيها الاثنين، ممكن في لوح اكون انا محتاج فيها الاثنين. طب اعمل الموضوع ده ازاي؟ انا مش عايز الاثنين دول يظهروا معايا، اعمل ايه؟ عندي حاجه اسمها في في، هقول له الحاجات اللي انا مش عايزها تظهر معايا اخفيها من هنا. الفي في بتاثر في الفيو اللي انا واقف عليه بس، هقول له مش عايز لا الضغطات ولا الاير تيرمينال ولا الكيبل تري. تعال نقول له انا عايز كهرباء والغي الميكانيكال، وهنا الغي الحاجات بتاعت الكهرباء تمام. كيبل تري، كيبل تري، ده الفي في تمام. ده الضغط احنا ممكن نكون نسينا نخفيه، نبص كده عليه تاني ميكانيكال. الضغط احنا نسينا نخفيه تمام. هنا دي انا بقول له عايز يظهر بأنهي لون، يعني ممكن اقول له خلينا البايب عشان البايب ظهر معانا. فين البايب؟ نختار البلامنج البايبنج. طيب تعالى نختار البايب، اقول له انا عايز البايب يظهر معايا، ابدا اختار له بقى لون معين، اقول له مثلا خلي لونه اخضر، اي بايب يبقى لونه اخضر. اي بايب في حاجات تانية ابدا اخصصها وخلي لي البايب يبقى لونها، يبقى الويتس بتاعها التخانه بتاعتها 4، واحد خفيف خالص 16 يبقى تخين خالص تمام. واحد خفيف، كل ما تكبر في الرقم كل ما الرقم ده ايه يكبر معايا. باترن لو عايز تحط فيه هاتش تمام. البروجكت سيرفيس لو انا مش قاطع فيه، قط لو انا قاطع فيه. طبعا مفيش حاجه اسمها انقطع في البايب، ومفيش حاجه اسمها انقطع في الحاجات دي. الحاجات بتاعت القطع دي غالبا بتبقى فين؟ غالبا بتبقى مثلا الوول، باب، تبقى انت قاطع فيها حاجه كبيره فانت قاطع فيها ماشي. هاف تون لو انت عايزها خفيفه، هاف تون لو علمت عليه جيب لي الحاجات الخفيفه. الديتيل ليفل ممكن اقول له ايه؟ المشروع كله مش هو ظاهر دبل لاين، لا دي بس البايب دي بس في الفيو ده بس اظهرها لي كورس. فكده مهما رسمت البايب تظهر معاك بخط واحد، ما تظهرش دبل لاين. يعني لو قلت له ارسم لي بايب وجيت رسمت بايب هنا تظهر معايا سنجل، مع ان انا مختارها فاين. ليه؟ في في هو خد اللون خلاص. لو قلت له بقى فاين باي فيو، باي فيو يبقى حسب، لو هو الفاين
يبقى كله فاين. لو هي كورس يبقى كله كورس. لو قلت له اوكي خلاص هتلاقي ظهر معايا دبل لاين. تمام. طيب الانوتيشن دي الكتابات، لو ممكن تكون انت مش عايز تظهر الضغط تاج، البايب تاج مش عايز تظهره، الحاجه اللي انت مش عايز تظهرها تخفيها. يعني ممكن عامل سيكشن مثلا مش عايزها تظهر تروح خفيها. دي لو انت مدخل اي حاجه كاد، وان شاء الله هندخل ملف كاد المحاضره دي والمحاضره الجايه. اللي بعد كده اسمها فلتر، دي لازم هنشرحها بس مش دلوقتي، يعني دي حاجه ادفانس شويه. ممكن يعني نقولها ببساطه كده ان دي عباره عن ايه. دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بخصص حاجه معينه. يعني ايه؟ اقول له انا مش عايز اخفي كل الضغطات او اخلي كل الضغطات لونها ازرق، لا ده انا عايز الضغط السبلاي يبقى ازرق والضغط الريتيرن يبقى احمر على سبيل المثال. تعال نشوف مع بعض. هقول له مثلا كولت، وهقول له هوت. طب الكولد ده عايزين نخصصه، هل الكولد ده مرتبط بايه؟ مرتبط بالبايب مثلا، البايب والبايب فيتنج. يعني الخاصية دي لو خفيتها هتخفي البايب وتخفي البايب فيتنج، لو خليتها لون احمر يبقى هيأثر في البايب والبايب فيتنج. طيب في كل البايب ولا ليه خصائص؟ هقول له لا مش في كل البايب، ده انا عايز البايب اللي التايب نيم بتاعها بيساوي كذا، واختار اللي انا عايزه من هنا. اقول له مثلا التايب بتاعها بووتر. تمام. او اقول له السيستم نيم، او ده مست كولد ووتر. ممكن اعمل واحد تاني اسمه شيلد ووتر، الهوت ووتر. سيستم تايب، تبدا تشوف ايه الحاجه اهي ده مست كولد ووتر وهوت ووتر، خليها مثلا اختار ده واقول له اعمل لي واحد تانية هوت ووتر. دي هتأثر في ايه؟ هتأثر في البايب برضه نفس الكلام والبايب فيتنج. وهقول له دي مثلا تخليها في السيستم تايب اللي هي هوت ووتر. كده ايه اللي هيحصل؟ تمام. خلينا نختار دول برضه. دول اللي هيحصل. هبدأ انا بقى اظبط، اقول له مثلا انا مش عايز اشوف السبلاي ولا الريتيرن، عايز اشوف بس الاكسوست. الفاير انا عايز الفاير ده مثلا لونه يبقى احمر، يبقى انا لو رسمت فاير السيستم كلاسيفيكيشن بتاعه بفاير، يعني رسمت بايب السيستم كلاسيفيكيشن بتاعه فاير يبقى لونه احمر اوتوماتيك. اوكي هرسم بايب وهبدأ اختار السيستم كلاسيفيكيشن بتاعه. خليها اختار فاير. خد على طول اللون الاحمر. دي الفكره بتاعته ببساطه. تمام. يعني ممكن اجي هنا اخلي الكولد ووتر بلون والهوت ووتر بلون عن طريق ان انا هاجي في الفلتر اقول له خلي لي الكولد ووتر. احنا على طول بيعملوا اللون دوت، والهوت ووتر بيخليه احمر او اي لون انت عايزه، زي اللون اللي انت اللون اللي انت عايز تشتغل بيه اشتغل بيه. تمام. طيب اوكي دي فكرة الفلاتر. تبدأ انت بقى تظبط فلاتر زي ما انت عايز، مفيش اي مشكلة خالص. تمام. طيب ممكن اجي هنا عايزين بقى نشوف ليه البايب اللي فوق ده ما ظهرش. انا عندي حاجة اسمها فيو رينج. فيو رينج باجي هنا بلاقي عندي حاجة اسمها فيو رينج، بلاقي ان هو الفيو رينج بحدد التوب بتاعي والبوتوم بتاعي، يبقى انا اشوف من ارتفاع كذا لارتفاع كذا. هو هنا بيشوف لحد 2200، ممكن اقول لا خليها لحد زيرو بتاع الدور التالت، افضل شوف لحد الدور التالت. لو انا شغال صرف اوطي البوتوم شويه بحيث ان انا اشوف اوطي البوتوم مثلا بمتر. اوكي تمام اهو ظهر معايا زي الفل. تمام. طيب اجي هنا عايز اوصل الكولد ووتر مثلا، اجي هنا اقول له ده علامه الزائد، اروح داس عليها عشان يحولوه من كواليتي، وهبدا ارسم درو بايب. وهاجي اقف على
الحوت دوت ماشي، وهقول له بقى ايه كونكت انتو وصل لي، بيقول عايز كولد ووتر ولا هوت ووتر؟ لا خليه كولد ووتر دلوقتي، واقول له وصل لي كولد ووتر بده، هو اوتوماتيك هيوصل لي كل حاجه. ممكن تكون التوصيله مش عاجباني، اروح شايلها، هو كده ماشي في نفس الارتفاع وطلع لها، لا ده انا عايز اقول له شيلها لي، واستخدم بقى حاجه من امر موديفاي. احنا اول موديفاي كلها ان شاء الله بنستخدمها مع بعض اهوت، بقى عندي حاجه اسمها تريم اكستنت، نفس الامر ده في الاوتوكاد بيسموه فيلت، هو كده وصلها مظبوط تمام. برضه مش اعمل برضه ايه الهوت ووتر، اجي اقول له ارسم لي هوت ووتر درو بايب، وهمشي واقول له اطلع لي الارتفاع دوت 2700. خلي بالك الهوت ووتر هو خد لون احمر على طول، دوميستيك هوت ووتر، ما دام هوت ووتر هياخد اللون الاحمر. فاحنا كده خلصنا موضوع ان احنا التلوين. الفلاتر دي ممكن نعملها اصلا قبل ما اشتغل، يعني اعملها في التمبليت وهو اوتوماتيك يلقط الحاجات دي، اقف عليها كده واقول له مثلا ايه وصل لي كونكت انتو، وممكن على اساس مثلا اتفادى ان هما يخبطوا في بعض اقول له درو بايب تمام. ممكن عشان تتفادى، انما انت ممكن ترسمها كده خلاص، لا احنا عايزين ايه نتفادى. اطلع بقى للارتفاع دوت، هاجي هنا هقول له ارسم لي البايب، خلي بالك ساعات ممكن تحصل، ممكن تحصل وانت بترسم تلاقيك عندي بقت صغيره او كبيره معاك. يعني ايه؟ بترسم انت ماسوره 25 مللي متر، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، طيب احنا لو عايزين نكمل ان شاء الله، هاجي هنا مثلا عايز اوصل ده اللي هو الصرف على المواسير ديت. لو انا جيت هنا ودوست كليك يمين وقلت له درو بايب، بيسألني انت عايز ترسم دوميستيك ووتر ولا صرف؟ اقول له مثلا دوميستيك ووتر، وهبدأ ارسم تمام. انت شوف عايز ترسم الماسوره بتاعتك ازاي، زي ما انت عايز. يعني ممكن تخرج كده حته صغيره تحت الشباك وتمشي تحت الشباك تمام، لحد ما توصل ان انت توصلها بالماسوره بتاعت الكولد ووتر تمام. دي طريقه. وممكن على طول تروح قايل تقف على البلامنج نفسها على القاعده، على البلان مش تروح لا تقف عليها، تقف على البلان هنا وتقول له ايه كونكت انتو، تروح معلم على اوبشنز. اه باشمهندس معلش انا اسف، ماشي باشمهندس، الله يكرمك باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا دلوقتي عايز اوصل مثلا القاعد ديت بالبايب، اجي هنا ادوس كليك يمين واقول له درو بايب، بيسالني هو الحته دي فيها حاجتين فوق بعض كولد ووتر وفي عندي سناتري الصرف، هقول له انا عايز ارسم كولد ووتر دلوقتي. همشي هنا بالماسوره بتاعتي تحت الحمام، واجي هنا اكمل واروح ايه موصلها بالكولد ووتر تمام. ممكن بأي طريقة، ممكن ان انا بعد كده ادله الارتفاع بتاعي، او ان انا اسحبها واوصلها اوتوماتيك. يعني هو مجرد ان هما هيتقابلوا مع بعض هيحصل لهم كونكت على طول تمام.
هو هيروح حاطط كوع ويطلع فوق ويروح مواصلة بتيه زي ما احنا شايفين. واي صاج اي ماسوره مش عاجباك السايز بتاعها هتقف عليها واروح قايل له ايه ده، دي المقاس بتاعها كذا، المقاس هنا مش مظبوط، يبقى هدخل على اليونت وابدا اشوف وحده القياس هنا ايه بتاعه البايب. هدخل على البايبنج اشوف هو انا بيعمل بايه السايز بتاعها البايب سايز، ممكن اقول له مثلا بالمليمتر، خليها بالمليمتر. اوكي. دي 15، ممكن تقول لا خليها لي مثلا 20 زي ما انت عايز. او ممكن اقول له حاجة تانية، ممكن اقول له ارسم انت طوالي. يعني ارسم انت طوالي، يعني هقف على البلومنج ديت، البلومنج فيكتشر اللي هي القاعدة اهي، اعمل عليها سيلكت واقول له كونكت انت. اقول له انا عايز كولد ووتر، واروح ايه اللي وصل كولد ووتر. تمام. طيب زي ما انت شايف الموضوع سهل وما فيهوش اي مشاكل خالص، ان شاء الله ما فيهوش اي مشاكل. تمام. بعد كده تكتب التاجات بتاعتك اهي، تقول له مثلا انا عندي التاج، حدد التاج اللي انت عايزه وابدا اكتب السايز. ممكن تشيل الليدر او تحط الليدر زي ما انت عايز. مفيش تاج متحمل البايب، في ثانية هنحمله. بايب ممكن اقول له مثلا انا عايز الهاي او عايز السايز. تمام. اوكي. حمل بقى اللي انت عايزه وابدأ ظبط الكتابات بتاعتك زي ما انت عايز. ممكن تكون انت مش عايز كلمة domestic cold water، او عايز domestic cold water دي تبقى عبارة عن ايه، سي دبليو. تمام. نعملها ازاي؟ هاجي هنا في قلب الفاميلي domestic cold water واغير اسمها ل cold water. لو هي دي اللي احنا غيرناها، ففي كذا واحدة بنفس الاسم هتغيرت هي اوتوماتيك. ونفس الفكرة برضو بالنسبة للمواسير للمياه السخنة، ممكن تغير اسمها الهوت ووتر بحيث تبقى مكتوبة تبقى صغيرة هوت ووتر، بحيث ان انا لما هستخدم التاجات اوصلها بالبايب يكتب لي ايه 15 هوت ووتر. تمام. طيب تمام. طيب لو انا دلوقتي بقى عايز ارسم الصرف، الصرف ان شاء الله مفيش مشاكل خالص برضو، يعني مفيش حاجة فيها مشكلة ان شاء الله، ربنا ما يجيب مشاكل. تمام. لو انا عايز ارسم الصرف، اعلم على الفاميلي ديت، كليك يمين هقول له ارسم لي بايب. تمام. طيب انا عايز اول، احنا متعودين اول ما بتخرج من الحوض بنرجع للحته اللي وراها ونبدا نشتغل، بس لازم انزل حته صغيره. بدل ما انزل حته صغيره ممكن اجي هنا تمام وادوس ايه مسطره. انا لو جيت ارسم كده طوالي من غير ما ارسم مسطره مش هترسم. ماشي. هي مش متظبطه، هي في ساعات احنا متظبطه بحيث ان هي اول ما تدوس مسطره ويحط الكوع اللي انا عايزه على طول. طيب لو هي مش متظبطه زي هنا، ادوس هنا كليك يمين تمام، اقول له درو بايب وهرسمها انا بقى مانوال. هاجي هنا اقول له انزل لي مثلا ل 500 مثلا. تمام. هقول له انا عايز ارسم بسلوب، سلوب لايه، لاسفل قد ايه، 1%. طبعا زي ما انت عايز، كل دي حاجات انت زي ما انت عايز، بس اقول له ان انا هرسم صرف سنتري بس بحيث ان هو يرسم لي سنتري.
هبدأ أرسم الحوت. وبعد كده هنزل لتحت الأرض، أقول له مثلا سالب 200، وأبدأ أرسمها هنا بزاوية إيه، 45. تمام. طيب انا عايز اشوف بس الحاجه دي من ارتفاع كام. هو رسمها هنا، اقول له دي على ارتفاع سالب 500. ماشي. طيب هظبطها بقى من الفي في، ابدا اخش على الفي في، على الفيو رينج قصدي، الفيو رينج اظبط الارتفاع بتاعي، اقول له انا عايز اشوف تحت الارض بمتر، تحت الأرض بمتر. بدأ الحاجة تظهر معايا اهيت. تمام. طيب عايز الصرف ده يبان معايا، هبدأ أرسم الماسورة درو بايب اهيت. تمام. طيب هبدأ ادخل بالماسوره دي على الماسوره التانية، مهما حصل مستحيل اظبطها مانيوال، يعني ان انا اظبطها صعبه، فلازم هنا اقول له اجنور سلوب، يعني تجنب الاسلوب، المهم ان انت توصلها مع بعض. تمام. اهي ليه ما ينفعش توصل، ليه؟ لان انت ده طول ما انت يعني ندبش مثلا على 3 متر، فكله 3 متر، لا ده كل شويه بيطلع وينزل. خلاص هي كده وصلت، بس ناقص ايه، ان انا اوصل اغير الكوع ده لتي واكبر المقاس. اجي هنا هقول له خلي المقاس ده مثلا 50، لا ده برضو 4 بوصة، محتاج 100. تمام. واقول له حولها لي الكوع ده لتي، هو حولها تي من ناحيتي، لا احنا عايزين تي الناحية التانية. تمام. والتي ديت ممكن نقلبها الناحية التانية. وتبدأ بقى تشوف بقى انت عايز توصل على انهي حتة، عايز توصل يمين شمال زي ما انت عايز، يعني هشوف انت الرازر بتاعك هيبقى فين انهي حتة وتروح موصل عليه. تمام. طول ما احنا ماشيين بالصرف نحاول ايه، نبقى تحت البلاط على طول. ماشي. تمام. وممكن الصرف نعمله على طول اوتوماتيك، نفس الفكرة، هقف هنا واقول له وصلهم كلهم ببعض، اقول له اعمل لي سيستم بايب، هيقول لي انت عايز انا واحد، اقول له مثلا السناتري، واقول له اديت سيستم، واقول له وصلهم كلهم ببعض، هقول له اد تو سيستم، زود لي ديت، بعد ما زودها هقول له ايه، فينيش اديت، واقول له وصلهم بقى الصرف ببعض. لي اوت، هو بقى يظبط الصرف، وانا بقى ايه من السوليوشن ببدأ احدد زاوية الاسلوب بتاعها هتبقى قد ايه. تمام. وماسورة الصرف برضو نفس فكرة الضغط، زي لما طلعت فوق لا الصرف هينزل لتحت وامشي بيه اللي بره المبنى. تمام. طيب لو انا عايز اعمل بقى ماسورة الفنت، هاجي على ماسورة السيستم، هاجي من السيستم واقول له ارسم لي بايب، واقول له انا عايز، انا هنا ما عنديش اي ماسورة
اقول له انا عايز ماسوره بالسناتري، انا عايز ماسوره فينت. وابدا ارسم ماسوره الفينت زي ما انت يعني نفس اللي انت عايز تعمله في الكاد اعمله هنا، بس هتركز بقى في موضوع الارتفاعات. يعني مثلا هقول له خليها لي لحد سالب 200 تمام، وامشي واطلع في الحيطه وكمل، واطلع بقى الارتفاع عالي وكمل. اعمل له مصورة البنت واقول له كمل اطلع لحد مثلا 2700 وامشي بمصورة البنت، وخش جمع من الحمامات كلها زي ما انت عايز، وامشي زي ما انت عايز. ممكن نعمل رايزر مثلا يطلع لحد فوق السطح. يعني ممكن اجي هنا هو الملف بدأ يتقل بس شوية. اجي هنا اقول له درو بايب، اتأكد بس ان مفيش سلوب، الغي السلوب. اجي هنا اقول له اطلع لي لحد 15 متر، 15 ابلاي، خلاص دي ماسورة الفنت خلاص اتعملت. فين الفلور دري؟ الفلور دري بسيطة اهي، هي يعني أي حاجة أنت عايز تحطها. تعالى نحط فلور درين، عايز تحط فلور درين. أجي هنا هقول له أنا عايز بلومينج فيكتشر، عايز تحط حوض، عايز تحط فلور درين، عايز تحط أي حاجة أنت عايز تحطها. هي مش متحملة عندي في المشروع، أحملها في المشروع إزاي؟ هقول له لود فاميلي، وهقول له أنا عايز الفلور درين. في الفاميلي في لو في البلومينج فيكتشر هقول له انا عايز في لورد رين اهي. كل دي فاميلي موجودة، فانت هتلاقي كتير في لور درين اهي. دي مثلا واحد شكل ريكتانجل، دي شكل راوند، في حاجات بتبقى النازلة من تحت، في حاجات بتبقى النازلة من جنب، وفي 3 مداخل ليها. يعني في انواع كتير قوي، شكل اللي انت عايزه ممكن تشغل بيه. تمام اهي، في عند الفاير هاوس ريل هقول له انا عايز الفلور درين. هتشوف بقى انت عايز تحطها فين. هقول له طبعا مش هتحط طبعا في الحيطه، لازم تحط ايه على الارضيه بتاعتي. هقول له دي الفلور درين بتاعتي، هاجي هنا اقول له ايه بس عليها، اقول له انا عايز ارسم فلور درين درو بايب. تمام، انا دوست مسطره، راح هو عمل لي الكوع. تمام، وتبدا تمشي عادي، بس تقول له موضوع الاسلوب وتشوف نوع الماسوره ايه. يعني طول ما انت بترسم خليك دقيق بس في الحاجة اللي انت بترسمها. تمام، هاجي عليها اهيت، ادوس كليك يمين واقول له درو بايب. لو عندي فتحتين فوق بعض ممكن نروح ده ستاب، بحيث ان انا اخد الوصلة لتحت. تمام، هاجي هنا في السلوب اقول له انا عايز سلوب داون 1%. تمام، واقول له انا عايز الماسوره دي يبقى نوعها كذا سناتري، مفيش مشكله. واقول له ماشي ابدا ارسم، خلاص رسم لي الحاجات وابدا انا بقى اوصل عليها. تمام، بس ما تختارش الستاندرد، انا اخترت الستاندرد غلط. لا، المفروض تختار اللي هو الار في سي. هتفرق في ايه؟ هتفرق ان هو هيبدا يحط لي هيحط لي الكعان، انهي كعان موجوده. يعني كل واحد فيهم متظبط على كعان موجوده وتيهات موجوده، فاقول له لا ارسم بالبي في سي.
ان شاء الله لما ندخل في موضوع التعديل في فاميلي هتلاقي ان احنا بنعدل في فاميلي زي ما احنا عايزين، فممكن انت تختار المخرج بتاعها زي ما انت عايز. ماشي، او عشان ما تدوسش المسطره، لما تدوس مسطره بينزل ويحط لك الكوع. اجي هنا اهي، اجي هنا درو بايب، هتدوس مسطرة، تأكد ان انا اختار الاسلوب صح والبي في سي صح، خلاص هتبدأ ترسم معايا ان شاء الله. تمام، وتبدأ بقى توصل انت بقى عليها، تبدأ توصل القاعدة عليها. اهم حاجة في التوصيل بتاع الصرف، اهم حاجة في التوصيل بتاع الصرف ان انا اختار اجنور سلوب. تمام، هي ده اللي بتخلي التوصيلات تيجي صح او اللي غلط، يعني الفرق بينها وبين الووتر، او فرق بينها وبين الفاير والبلامنج والكول تري، موضوع جنير سلوب، لان هي الوحيده اللي فيها ميول هي موضوع الصرف دوت. لو عايز تعمل سفون الارضيه هي عباره عن فيتنج. لو انت عايز تعمل سفون الارضيه عباره عن فيتنج، يعني ايه؟ يعني خلينا مثلا نختار الحته ديت الكوع دوت، لو احنا اخترنا اي كوع وعايزين نغيره لو اخترنا الكوع ده وعايزين نغيره، علمت سيلكت على الكوع، وهاجي ممكن هنا اقول له انا مش عايز الكوع ده، ده انا عايز الكوع دوت. تمام، قبل سيد غلط في هنا مشكلة في المسافة، لازم ابعدها شوية. تمام، طيب هي دي الفكرة، ان انت ممكن تروح مغير الحاجة دي. طيب خلينا نرسم سيكشن ونشوف ازاي نغير ممكن الكوع دوت. يعني ممكن مثلا تكون في حاجة انت مش عايز توصلها يعني كوع معين عايز تغيره، او تيجي ممكن تغيرها، ممكن تروح شايله خالص وتقول له بايب فيتنج، وتروح حامل الفيتنج اللي انت عايزها وحاططها، بتلاقي كل قائمة بكل الفيتنج الموجودة في المشروع، تروح ماسكها وروح حاططها. يعني عندي مثلا ايه وصلة زي دي، لو انت عايز تلطم حاجتين ببعض تروح مختارها وحطيتها في اخر الماسورة وخلاص. تمام، تروح قايل له وصلها، يروح موصلها، هتقول له لود فاميلي، تختار باي فيتنج، باي فيتنج، وابدا اختار الـ اي وصلة انا عايزها، السيفون اللي انت عايزه، اي حاجة انت عايزها. يعني الفكرة في الموضوع كله عبارة عن فاميلي. بلامنج فيكشر، باي فيتنج، باي فيتنج. تمام، ابدأ بشوف ايه اللي انت عايزه، شوف السيفون ده اسمه ايه، وموجود منه يجي 20 واحدة في المشروع، اظن ممكن تلاقي الشكل دوت، هي ديت تحمل في المشروع تشتغل بيه عادي. تمام، عايزين بس ايه نبص على اللايتنج، وان شاء الله باذن الله هتلاقوا وصله في